بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. إن شاء الله النهاردة إحنا هنستكمل تشابتر 1 ألجبرا. إحنا قلنا تشابتر 1 في الألجبرا عبارة عن بيرميتيشنز، كومباينيشنز، باينوميال ثيرم، كاونتنج برنسبل. دول الأربع حاجات بتوع تشابتر 1. إحنا اتكلمنا قبل كده عن البيرميتيشنز، اتكلمنا عن الكومباينيشنز، النهارده باذن الله هنتكلم على الباينوميال ثيرم. ايه الباينوميال ثيرم؟ تعالى التايتل كده، لما اقول لك باينوميال، في حاجه يا اولاد اسمها بولينوميال، في حاجه اسمها باينوميال، في حاجه اسمها تراينوميال. لما اقول لك تراينوميال يبقى اكيد في ثلاث حاجات. باينوميال يبقى عباره عن مقدار فيه تو تيرمز، بولينوميال يعني مقدار فيه ترمات متعدده. احنا النهاردة موضوعنا باينوميال ثيرم. يعني ايه بقى باينوميال ثيرم؟ بص يا جميل، لو سألت، تعالى كده نقول الموضوع كده مع بعض ونشوف في مشكلة هنقف قدامها نتغلب عليها ازاي. بص يا باشا، اي حد فينا لو انا كتبت له كده، لو قلت له اكس بلس اي باور 2، تعرف تجيبها؟ يقول لي طبعا اقدر اجيبها في ثانية، هنعمل فيرست باور 2 ودي باور 2 في الاخر، وبعد كده اعمل فيرست تايم سكند تايم 2 يبقى 2ax. جميل. طيب لو قلت لحد فيكو اعمل لي اكس بلس اي اول باور 3، هيقول لي برضو دي اقدر اعمل ايه؟ اقول لي دي عباره عن اكس بلس اي تايمز اكس بلس اي باور 2. طيب دي تطلع اكس بلس اي، ودي تطلع اللي احنا جبناها فوق ده اكس سكوير بلس 2 اي اكس بلس اي سكوير. طب وبعدين؟ وبعدين هتاخد دي تعملها ملتبلاي كل دول، وبعدين دي كمان ملتبلاي كل دول، ونطلع النتيجة. هتطلع النتيجة اكس باور 3 بلس 3 اي اكس باور 2 بلس 3 اي سكوير دي اكس بلس اي باور 3. دي النتائج. طب وبعدين؟ طب لو قلت اعمل لي اكس بلس اي، لو طلبت منك كده باور 4، طيب هنعمل ايه؟ طب لو اكس بلس اي باور 7 اتصرف ازاي؟ طب لو اكس بلس اي باور 10، يا نهار ابيض اتصرف ازاي بقى؟ باور 10 باور 20 اعمل ايه؟ لو لاحظت في اللي انا كاتبه ده كل براكت انا كاتبه عباره عن فيرست سكند، يبقى ده باينوميال. فيرست سكند يبقى ده باينوميال، فيرست وسكند، فيرست وسكند، يبقى كل الموضوع بتاعنا ده اسمه باينوميال. ازاي اطلع باور 10؟ ازاي اجيب براكت باور 7؟ هو ده يا اولاد موضوعنا النهارده. يبقى لما بتكلم النهارده على الباينوميال يبقى هتقول لي براكت عليه باور ان، ان دي بقى تبقى 3 تبقى 4 تبقى 10 تبقى 20 براحتنا. انا عايزك تطلعها لي ازاي؟ واحد يقول لك ده احنا علشان نجيب باور 3 خدنا مجهود، فما بال بقى باور 7 باور 10؟ هقول لك طريقه جميله جدا هتعجبك قوي، بحيث بسرعه بنظره مجرد ما تشوفها تقول انا اقدر اجيب اي باور براحتي. يلا كده مع بعض نخش انترودكشن كده جميل، واحدة واحدة نمشي مع بعض. يلا يا جميل، بص معايا بقى كده على السكرين. احنا اتفقنا ان موضوعنا النهاردة اسمه باينوميال ثيرم. طيب جميل، شوفوا بقى يا حبايبي، مقدمة كده بسرعة. كلنا عارفين قبل كده في الكومباينيشن، لما اقول لك 3 سي 0 هتقول لي 1، لما اقول 3 سي 3 هتقول 1 برضو. طب في الكومباينيشن يا ولاد 5 سي 0 ب 1، 5 سي 5 ب 1، نفس الكلام ان سي 0 ب 1 وان سي ان ب 1. يبقى خليك فاكر الكلام ده. طيب عظيم، يبقى اول ما احط 0 او ال 1 ولو ده زي ده يبقى النتيجه ب 1. طب ايه رايك لو قلت 5 سي 1 تقول لي 5، 7 سي 1 7، 3 سي 1 3، ان سي 1 بان. دي معلومات اساسيه المفروض انت عارفها. تعالوا نحكي اللي انا كنت بقول عليه، براكت باور 1 هيطلع اكس بلس اي، عد 1 2 دول 2 تيرمز.
اكس بلس اي باور 2 تطلع فيرست باور 2، فيرست تايم سكند تايم 2 سكند باور 2 يطلع 3 تيرمز. باور 3 حسبتها معاكم من شويه طلعت الشكل ده اللي احنا حسبناه من شويه، طلع 4 تيرمز. طب لو باور 4 هتطلع 5 تيرمز. عد كده يا باشا. اذا اول ملاحظه، لما كانت باور 1 النتيجه 2 تيرمز، باور 2 طلعت 3 تيرمز، باور 3 عد يا باشا 1 2 3 4 تيرمز. اذا نقدر استنتج، لو قلت لك باور 5 هتقول لي وحياه ربنا لازم يطلعوا 6 تيرمز، يبقى لازم النمبر اوف تيرمز اكبر من ده ب 1. خلي بالكم عشان كل دي اسئله، كل دي حاجات هنستفيد بيها. طيب بص بقى كده، ارجع للي انا كاتبه. لما كتبت اكس باينوميال باور 4 تلاقي الاولى بقت باور 4 والاخيره باور 4 في الاخر. لما قلت اكس بلس اي باور 3 تلاقي الفيرست باور 3 والسكند باور 3 في الاخر. اذا لما اقول لك اكس بلس اي باور 5 هتطلع الاولى باور 5 وفي الاخر الاي باور 5. جميل. طيب بص يا جميل كده، هنا اكس باور 4 تلاحظ الاكس قلت بقت اكس باور 3، اللي بعدها اكس بتقل اكس باور 2 اكس باور 1، في نفس اللحظه الاي بتظهر والاي بتزيد الاي بتزيد. اذا لما اقول لي سيادتك اكس بلس اي باور 5 هتقول لي فيرست باور 5 وبعد كده الاكس تقل والاي تظهر، يبقى اي اكس باور 4، اللي بعدها اي سكوير اكس باور 3، الاي تزيد تبقى اي باور 3 اكس باور 2 لغاية الأولى A باور 5. عد دول يطلعوا 6 تيرمز. يا رب كده تكون خدت بالك. أنا بقول دلوقتي، أنا بس عايزك كده تمشي معايا وتبقى مقتنع باللي أنا بقوله واحدة واحدة. أول ما أقول باينوميال باور 7 تقول لي فيرست باور 7، الترم اللي بعدها على طول تقول إيه؟ إكس باور 7 هتبقى إكس باور 6، الترم الثاني إكس باور 5، اللي بعدها إكس باور 4، يبقى الإكس بتقل بتقل بتقل. اما الاي بتظهر في السكند تيرم اي باور 1 بعدها اي باور 2. بص كده نقولها تاني، اول ما اقول لك كده اكس بلس اي باور 7 يبقى انت هتقول على طول من ملاحظاتنا اللي شفناها هقول لك اكس باور 7، اللي بعدها اي تظهر وبعد كده اكس دي 7 تبقى باور 6، اللي بعدها اي باور 2، شايف الاي يا ابني بتزيد، اكس باور 5، اللي بعدها A باور 3 X باور 4، تفضل تفضل لغاية النهاية A باور 7. ده في النهاية هتطلع كده. لو عديت دي هتلاقي 1 2 3 4، كمل 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 لغاية الآخر هتلاقيهم 8 تيرمز. دي الملاحظة الأولى. يبقى المشكلة كلها في الأرقام اللي هنا. طب الأرقام اللي هنا نجيبها إزاي؟ بص يا باشا أنا هعمل إيه من اللي انا كنت كاتبه ده. هنا لما كانت باور 2 بص على الكوفيشنت 1 2 1، لما كانت باور 3 بص على النتيجه 1 3 3 1. انا هكتب الكلام ده كله، هنعمل زي تريانجل كده. خلي بالكم هقول احنا باور 1 كانت 1 1، باور 2 كانت 1 2 1، باور 3 كانت 1 3 3 1. لو بصيت على اللي أنا عامله ده تلاحظ حاجة، هنا 1 1 دول يجيبوا لك ال 2، طب هنا يبقى البداية 1 والنهاية 1. طب عايز أجيب ده، بص كده يا جميل 1 و 2 تجيب لك 3، 2 مع 1 تجيب 3، طب هنا 1 3 3 1، عايز أجيب باور 4 تقول لي 1 1، دول مع بعض يلا قول هتطلع 4، طب دول مع بعض يطلعوا 6، دول مع بعض 4، ده الكوفيشنت. طيب لو جيت قلت لك باور 5 تقول لي برضه هنا 1 وهنا 1، يلا يا باشا قول قولها بقى انت. ايوه هتقول لي هنا 1 و4 يبقى هنا 5، 4 و6 هقول له 10، 6 و4 هقول له 10، 4 و1 هقول 5. اذا انا لو طلبت منك اعمل لي اكس بلس اي باور 5 هتقول بقى بسهوله هنعمل كده. اول حاجه هقول اكس باور 5 والنهاية A باور 5. تعال بقى بالراحة هنقول A X باور 4، اللي بعدها A سكوير X باور 3، اللي بعدها يا باشا هتقول لي A 3 X باور 2، اللي قبل الأخيرة هتقول لي A باور 4
اكس باور 1 وبعدين ايه باور 5. الكوفيشنت هاتهم من هنا بقى، هتقول هنا 1 والاخيره 1، اللي بعدها هنا 5، هنا 10، هنا 10، 5 1. ده طريقه جميله جدا تقدر تجيب بيها اي باينوميال لاي باور، اقدر اجيبها بالشكل ده. تعالوا بقى نقولها كده بنظام على الكمبيوتر وتشوف، عشان تبقى انت الطريقة دي فاهم ازاي بسرعة، وبعدين اقول لك بعدها طريقة اسرع من كده. بص يا جميل، الكوفيشنس اللي انا عاملهم هنا 1 1، هكتب هنا 1 وهنا 1، اللي بعدها 1 2 1، 1 2 1 اللي هي دي. طب دول يا باشا 1 3 3 1. يلا كمل معايا بقى لو باور 4 من غير ما تبص ده لو سمحت، انا خبتها لك اهي. طلع انت باور 4، هتقول لي البدايه 1 والنهايه 1، وبعدين 1 و3 4، 3 و3 6، 3 1 4. طب الاولى 1 والاخيره 1 لما اجيب باور 5، يلا قول معايا 1 و4 5. شاطر. 4 و6 10، اللي بعدها 10، اللي بعديها 5. كده التريانجل ده اهو اللي اكتشفه راجل اسمه عز الدين الطوسي. في عالم اخر بتاع فيزيكس على فكره، عز الدين الطوسي ده عالم بتاع فيزيكس، هو اللي اكتشف الطريقه دي في الباينوميال. عالم اخر انتوا مشهور عندكم اسمه باسكال. باسكال لما شاف الطريقه دي اعجب بيها جدا، كتبها في مقدمه الكتب بتاعته، فحتى الناس لما شافوها في مقدمه كتب باسكال سموها باسمه، قالوا باسكال تريانجل اللي هو المنظر ده. لكن هو باسكال نفسه في الكتب بتاعته قايل ان اللي يرجع الفضل لاكتشاف هذا التريانجل للعالم عز الدين الطوسي. جميل. طيب تعال بص بقى المنظر اللي انا بقوله لك اهو، كل اتنين مع بعض يجيب لك اللي تحت، كل اتنين مع بعض تجيب دي زي ما انت شايف كده اهو. ده يجيب على طول الطريقه بتاعت باسكال تريانجل. طيب في ملاحظه تانية يا اولاد عايز اقولها لكم، هنستخدمها فيما بعد. بصوا يا حبايبي، انا هنا طلعت لما جبنا باور 5 كتبنا 1 1 وبعدين بدأنا نجمع 2 نجمع 2 نجمع 2 لغايه ما وصلنا للاخر، تمام. طب لو باور 6 هيبقى 7 تيرمز، هنجمع البدايه والنهايه ونبتدي نجمع كل 2 كل 2. بص بقى عشان في ملاحظه تانية عايزك تاخد بالك منها. بص يا جميل، لما كانت باور 5 هنا هتلاقي البدايه 1، بصوا البدايه زي النهايه، ده زي ده، دي زي دي. تلاحظ دايما، خلي بالكوا عشان دي هجيب لك سؤال عليها، هتلاقي الاولى زي الاخيره، الثانيه زي اللي قبل الاخيره، الثالثه زي ده. طب تعالى نعمل باور 6 كده، هتقول البدايه 1 والنهايه 1، يلا 1 و5 هتطلع 6، 5 و10 هتقول لي 15، 10 مع 10 تقول لي 20، 10 مع 5 هتقول 15، 5 مع 1 6 وبعدين 1. لو لاحظت اللي انا كاتبه هتلاقي بصوا البدايه زي النهايه، التانية زي اللي قبل الأخيرة، التالتة زي ده. هتلاقي دايما دايما ماشية كده يا ولاد، دول زي بعض دول زي بعض دول زي بعض دول زي بعض. ده الكوفيشنت بتاعة الباينوميال دايما كده، اللي هي اللي هنستفيد بيها. طيب بص يا باشا، دي عشان دي عليها سؤال هجيبهولك في الآخر كده يمكن وأنا بتكلم قدام، بس خليك خلي دي في الذاكرة عندك. شوفوا بقى، لما أقول 1 1 انا اقدر اكتبها باور 1، دي اكتب بدل 1 1 اكتب 1 سي 0 1 سي 1، ما هي دي ب 1 ودي ب 1. طب هنا 1 2 1 ده بتاعت باور 2، هكتبها 2 سي 0 2 سي 1 2 سي 2. طب دي بتاعت باور 3 تتكتب ازاي يا اولاد؟ 3 سي 0 3 سي 1 3 سي 2 3 سي 3. يا خبر ابيض، حد خد باله؟ ده جميله جدا. لو عايز باور 5 بدل ما يبقى انا لو عايز باور 5 كنت كده بعتم رو 1 الرو الثاني الرو الثالث الرابع وبعدين اجيب الخامس، لو عايز باور 6 اجيبها من هنا، لا ده انا دلوقتي بسرعه بقى. لو عايز باور 5 اقول له ايه؟ 5 سي 0 5 سي 1 5 سي 2 5 سي 3 5. يبقى هنعمل كده، يبقى لما اقول لك طلع لي باور 3 هتكتب كده 3 سي 0 3 سي 1 3 سي 2. طب لو عايز باور 5 يبقى هتقول لي هنا 5 سي 0 اللي هي ب 1 مش هكتبها، 5 سي 1 5 سي 2 5 سي 3 لغايه الاخر. طب لو عايز باور 10 يلا يا باشا في ثانيه هتقول لي هنا ب 1 وبعدين الاول a اكس باور 9 a سكوير اكس باور 8 a باور 3 اكس باور 7 لغايه الاخيره.
هنا دي ب1، هنا 10 سي 1 10 سي 2 10 سي 3. انا عايزك تقف بقى لحظه وبص بعينيك الجميله، 10 سي 1 تلاقي جنبيها ايه؟ باور 1. طب بص، وبعدين اكس باور 9 اللي هي 10 ماينس 1. طب بص كده 10 سي 2 ايه باور 2، يعني الرقم ده زي ده. طب والاكس هنعمل 10 ماينس 2 تطلع 8، يا خبر ابيض. طب بص اللي كده 10 سي 3 ايه باور 3 واكس باور 10 ماينس 3. ردوا عليا بقى 10 سي 7، لما اقول لك 10 سي 7 هتقول لي ايه باور 7؟ اكس باور 10 ماينس 7 اكس باور 3. خلي بالكم من الحكايه دي. طيب بص يا جميل، الباينوميال ثيرم بقى اكس بلس اي باور ان، هنقول اكس باور ان وفي الاخر اي باور ان. يلا كمل، انا واقف كده عشان تقول. هتقول لي ان سي 1 اي باور 1، لازم ده زي ده، اكس باور ده ماينس ده ان ماينس 1. قول يا باشا ان سي 2 اي باور 2 اكس باور ان ماينس 2، ان سي 3 اي باور 3، ونقط نقط نقط لغايه الاخيره. ده هو فيرست تيرم، ده طبعا باينوميال فنقول دي فيرست وسكند. ده الفيرست تيرم نسميه تي 1، ده السكند تيرم نسميه تي 2، ده هو تي 3 تي 4 مع بعضينا كده يا اولاد. لما قلت تي 4 ان سي 3، لما قلت تي 3 ان سي 2، لما قلت تي 2 ان سي 1. مين فيكم محترم بقى يرد لما اقول تي 7؟ اول ما اقول تي 7 هتقول لي ان سي 6، اهو زي تي 4 ان سي 3 تي 3 ان سي 2. يبقى لما اقول لك تي 7 اكيد هتقول لي ان سي 6، وتقول ايه باور 6 واكس باور ان ماينس 6. ممتاز. طب تي 9 شاطر، هتقول ان سي 8 اي باور 8 اكس باور ان ماينس 8. طب مين يقولها لي رول بقى؟ تي ار بلس 1، اقول له ان سي ار، المفروض اي باور ار، بدل اي هقول سكند باور ار، بدل اكس هقول فيرست لان الفيرست هي الاكس، فيرست باور ان ماينس ار. ده هو اسمه جنرال تيرم، ده اول رول بناخده النهارده. طب اكرر لك الحكايه دي بقى ثلاث مرات يا جميل. مين يقول لي في الباينوميال دي لو عايز تي 5 الباور كام هنا؟ 7. تقول لي 7 سي 4 سكند باور 4. مين سكند؟ اللي هي دي، دي السكند، وبعدين فيرست باور 7 ماينس 4. فين السكند يا اولاد؟ نيجاتيف 2 اوفر اكس سكوير. مين الفيرست؟ 3 اكس باور 3. طب هنا باور 9، عايزين نجيب بقى تي 7، تقول لي 9 سي 6 سكند باور 6 فيرست باور 9 ماينس 6. مين السكند يا جميل؟ نيجاتيف 3. مين الفيرست يا باشا؟ 5 اوفر اكس. طب قولوا لي مره اخيره، ده باينوميال باور 11، عايز اجيب تي 3. تي 3 هقول له 11 سي 2 سكند اللي هي نيجاتيف 4 باور 2 فيرست اللي هي 7 اكس باور 11 ماينس 2 اللي هي ب 9. ده اللي احنا هنتكلم عنه في كذا سؤال ورا بعض. يلا بقى نبتدي الاسئله بتاعتنا. 1 بلس اكس باور 8 عايزين نجيب ذا فورس تيرم، بيقول ذا فورس تيرم ايكوال 7، فايند ذا فاليو اوف اكس. انا هقول تي 4 ايكوال 7، تي 4 ايكوال 7، تي 4 هتقول لي 8 سي 3 سكند باور 3. مين سكند؟ اكس باور 3 فيرست اللي هي ب 1 باور اي حاجه مش هكتبها لان 1، 8 سي 3 احسبها تطلع ب 56، ده بالكالكليتر. اكس باور 3 هات الاكس بقى، 7 اوفر 56 يعني 1 اوفر 8، يبقى الاكس طلعت بهاف. ايه الكلمه بقى اللي موجوده دي؟ اكوردنج تو اسندنج باور باورز اوف اكس او ديسندنج. خلي بالكوا يا اولاد، الباينوميال لما بفكها كده لما بيعمل اكسبانشن بتاعها بتبقى ايه؟ الاولى باور 7 وبعدين تقل تقل تقل. بص كده للي انا كاتبه هنا، انا هوري لك حاجه انا كاتبها عشان نقول مع بعض، دي اكس باور 5 بقت اكس باور 4
بقت اكس باور 3، يبقى الباورز بتاع الاكس ديسندنج. طيب نقول تاني كده، لو انا كتبت كده اهو يا باشا، قلت لك اكس بلس اي باور 4، هتقول لي الاولى اكس باور 4 وبعدين ان 4 سي 1 اي باور 1 اكس باور 3، وبعدين هتقول لي 4 سي 2 اي باور 2 اكس باور 2، وبعدين هنا 4 سي 3 اي باور 3 اكس باور 1، وبعدين اي باور 4. تلاحظوا اكس كانت باور 4 بقت باور 3 بقت باور 2 بقت الاكس باور، حصل ايه للباور؟ حصل ديسندنج، حصل ديسندنج للباورز. جميل، حصل ديسندنج. طب ايه رايك بقى نفس الباينوميال دي لو انا عملت كده اي بلس اكس، سوري اي بلس اكس باور 4، هتطلع الاجابه ايه؟ a باور 4 وبعدين 4 سي 1 اكس باور 1 a باور 3 وبعدها 4 سي 2 اكس باور 2 a باور 2 بعدها وهكذا. بص كده للباورز، اكس باور 1 بقت اكس باور 2، حصل اسندنج باورز للاكس. طب انا اعرف المساله ديسندنج باورز ولا اسندنج باورز؟ يقول لك هل ابدا اعمل اكسبانشن وابص عليها اشوفها اسندنج ولا ديسندنج؟ لا، انت بص في الباينوميال نفسها، دي كانت اكس باور 1 بعدها بقت اكس باور 0، تقول له يبقى دي لما افكها هتطلع ديسندنج لان 1 بقت 0، هنا كانت اكس باور 0 بقت اكس باور 1 يبقى حصل اسندنج. طب حد شاطر يرد عليا، لو انا كتبت كده يا باشا، قلت لك اكس باور 2 بلس 2 على اكس اول باور 11، ده هتطلع اسندنج باور ولا ديسندنج باورز؟ تقول لي استنى، دي اكس باور 2 بقت اكس باور نيجاتيف 1، يبقى حصل اكيد لما فك دي تبقى دي ديسندنج باورز، يبقى دي ديسندنج باورز اوف اكس اوف اكس. طب لو انا كتبت واحده تانيه كده 3 اكس بلس 5 اكس باور 4 اول باور 10، تقول لي ده كانت اكس باور 1 بقت باور 4، يبقى ديت اسندنج باورز، دي اسندنج باورز اوف اكس. يبقى مجرد ما تبص الباينوميال تعرف. ليه بقول لك يا ابني هذا الكلام؟ لان ممكن يجي لك سؤال يقول لي تي 4 في الباينوميال ده اهي، يقول لي تي 4 وما يقولش ديسندنج، يقول لك اسندنج، تقول لي لا دي هتطلع ديسندنج. طب هو طالب اسندنج، يبقى تقلب دي تيجي مكان دي ودي تيجي مكان دي عشان تبقى اسندنج زي ما هو قايل. يبقى مهم قوي، لازم تقرا دي. اقول لكم حاجه يا اولاد عشان تبقى انت عارف، 90% او 95% من المسائل طالما قال اسندنج هتلاقيها اسندنج باورز، لو قال ديسندنج باورز هتلاقيها ديسندنج باورز. بس انت اطمن، يعني انت بص على السؤال لما تقرا كلمه اسندنج ارجع للمساله، شوف هل الاكس جوه الباينوميال بتزيد ولا بتقل؟ لو كانت بتزيد يبقى هي اسندنج فعلا، لو بتقل لا 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 اقلبهم، يبقى تجيب الفيرست سكند والسكند فيرست عشان تبقى زي ما هو طالب. لكن انا شخصيا لغايه دلوقتي اول ما بشوف مساله مكتوبه اسندنج او ديسندنج برجع ابص في السؤال، لقيته اسندنج زي ما هو قايل الحمد لله، لا ما ازعلش اقلبهم بس. فخلي بالك عشان ده ممكن يلخبطك، شوف قوة تركيزك ويجيبها لك معكوسة. يلا يا باشا السؤال الثاني. اكس اوفر 2 ماينس 4 اوفر اكس سكوير. طب قبل ما اقرا المسألة اقرا كده ديسندنج باورز، هل الباور ده الباينوميال دي ديسندنج ولا اسندنج؟ نبص، دي اكس اكس باور كام يا اولاد؟ باور 1. طب دي اكس باور كام؟ نيجاتيف 2، حصل ديسندنج فعلا، يبقى دي مظبوطة. طب لو نفس السؤال ده اهو بدل ما يقول ديسندنج قال لك اسندنج باورز، كنت هاخد نيجاتيف 4 على اكس سكوير في الاول واخد بوزيتيف اكس على 2 في الاخر، كنا هنقلب دول. هنا بيقول ذا ثيرد تيرم، ثيرد تيرم يعني تي 3. لما اقول تي 3 اي حد فينا هيقول ايه؟ 5 سي 2. يلا يا جميل، 5 سي 2 سكند باور 2 من سكند نيجاتيف 4 اوفر اكس سكوير باور 2، فيرست اللي هي اكس اوفر 2 باور 5 ماينس 2 ب 3.
اعمل سمبليفاي بقى، دي تطلع ب لما تبقى 5 سي 2 احسب. طبعا ايه اللي انا بعمله؟ انا بجمع الارقام على جنب، ادي 5 سي 2 نيجاتيف 4 باور 2 وهنا هاف باور 3، ونكتب اكس كبيره. اكس دي عليها باور كام يا ابني؟ نيجاتيف 4. اكس دي باور كام يا باشا؟ باور 3 ايكوال 20. دول بالكالكليتر احسبهم، هتطلع في الاخر لما تحسب طبعا 5 سي 2 ب 10 نيجاتيف 4 باور 4، ودي تطلع بايه؟ هتطلع رقم طبعا هنا لما تحسب الاسئله على بعضها هتطلع في الاخر خالص الاكس ايكوال 1. خلي بالكوا دي نيجاتيف 4 باور 2، هنا دي 2 يا ولاد، دي مش 4، نيجاتيف 4 عليها باور 2، اما اكس دي هي اللي باور نيجاتيف 4، دي 2 يا حبايبي، ده هي 2، عشان كده بقت 16. طيب بصوا كده، دي اكس بلس 3 اوفر اكس سكوير ذا فيفث تيرم اكوردنج تو ديسندنج باورز. اتاكد انها ديسندنج، اه فعلا 1 بقت نيجاتيف 2، حصل ديسندنج. الفيفث تيرم فري اوف اكس، واحد يقول لي يعني ايه فري اوف اكس؟ اقول لك طب سيبها دلوقتي، يلا نجيب الفيفث تيرم تي 5، هنقول ان سي 4 سكند باور 4 فيرست باور ان ماينس 4. لم لي يا باشا الارقام الكوفيشنت جنب بعض واعمل اكس كبيره، اهو ان سي 4 3 باور 4 اكس كبيره، باور كام دي يا جميل؟ نيجاتيف 8. باور كام دي يا باشا؟ ان ماينس 4. هو بيقول لك طبعا دي لمتهم، بيقول لك 3 اوف اكس، يعني هذا الباور اللي على الاكس بزيرو، كلمه 3 اوف اكس يعني ما فيهاش اكس. الاكس دي تختفي امتى؟ لو الباور ده بزيرو، يبقى الان ب 12. ده المساله. تعالى بقى نمبر 5، بص يا باشا، ذا ثيرد تيرم في الباينوميال ده اكوردنج تو اسندنج باورز اوف اكس ايكوال 28 اكس سكوير اند ذا فيفث تيرم ايكوال 1120، فايند ان اند اكس. انا احط خط على جنب واقول هنا تي 3 وهنا تي 5، تي 3 ب 28 اكس سكوير، تي 5 ب 1120. يلا يا باشا، تي 3 ان سي 2 سكند باور 2، ودي زي ما هي. طيب هنا طبعا ان سي 2 هكتبها هنا اكس سكوير تروح مع اكس سكوير، يبقى 28. ان سي 2 28، ال 28 عباره عن 8 سي 2، يبقى الان ايكوال 8. طب نروح لدي بقى، تي 5 هتقول لي 8 سي 4 سكند باور 4، خلي بالك دي اصغر من دي بواحده دايما. طبعا هنا 8 سي 4 ب 70، اعمل ديفايدد 70 يبقى اكس باور 4 16، يبقى الاكس طلعت بوزيتيف اور نيجاتيف 2. ادي سؤال خامس. سؤال سادس يا اولاد، اف ذا ثيرد تيرم ايكوال ذا سكند تيرم، في جايب لك اتنين باينوميال، بيقول لك الثيرد تيرم في الاكسبانشن اللي هنا ايكوال السكند تيرم في الاكسبانشن ده، يبقى انا هاخد اكسبانشن 1 اللي هو ده، نجيب تي 3، تي 3 هتقول لي 8 سي 2 سكند باور 2 فيرست باور 8 ماينس 2. نروح لاكسبانشن 2 اللي هو ده اهو، عايزين نجيب تي 2 7 سي 1 سكند باور 1 فيرست باور 7 ماينس 1. هو قايل بقى في السؤال ان تي 3 اوف اكسبانشن 1 اللي هي دي ايكوال تي 2 اوف اكسبانشن 2 اللي هي دي، ده ايكوال ده. اظن بقى سيادتك تقدر تعمل سمبليفاي. اولا هتشطب 4 باور 6 من هنا مع 4 باور 6 من هنا، واحسب يا جميل 8 سي 2 ب 28 ودي تطلع 4 اكس سكوير، 7 سي 1 ب 7، اعمل سمبليفاي 7 مع 28 في 4، احسبها تطلع الاكس ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 16. طيب يلا اللي بعدها، نمبر 7، جايب لك باينوميال اف ذا فيفث تيرم فروم ذا اند از ده، يا نهار ابيض، الفيفث تيرم فروم ذا اند. بص يا جميل، في سوليوشن 1 انا بقول عليه وحش وان كان في ناس بتحبه، في سوليوشن 2 جميل. واحد يقول لك كده، اولا الباينوميال دي باور 7، يبقى الباينوميال طالما باور 7 يبقى لها كام تيرم؟ لو فكناها تطلع 8 تيرمز، طالما باور 7 يبقى دي لها 8 تيرمز، جميل. طيب الباينوميال هاز 8 تيرمز،
هو عايز الفيفث فروم ذا اند. انا هقول كده ادي تي 1 وبعدين تي 2 وبعدين تي 3 تي 4 تي 5 تي 6 تي 7 تي 8 الترم. طب سؤال يا حبايبي، لو انا عايز اجيب الفيفث ترم فروم ذا اند، انا هخبي لك المساله كده واقول لك دول 8 خبيتها اهو، عايزك تجيب لي الفيفث فروم ذا اند. تقوم لو انت فكرت معايا، بص لي بقى كده، انا هقول دول 8 هم يا اولاد 8 عايزين الفيفث فروم ذا اند، هل اعمل كده على صوابعي واقول يلا نقعد نعد 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 كده لغايه ما اجيب الخامس، ولا اقدر اجيبها بالعقل كده؟ يقول لك دول 8 شيل 5 يبقى باقي 3، يبقى الفيفث ترم فروم ذا اند هو رقم 3 ولا تي 3 ولا لا؟ رد عليا اقول اه او لا. دول 8 اهو، انا هشيل 5 عشان هو بقول لك الفيفث فروم ذا اند، يبقى باقي، يبقى هو تي 3 ولا لا؟ تقول لي لا، ده دول الباقيين، انا عايز الخامس لما عد 1 2 3 4 5 ده الفيفث فروم ذا اند. فروم ذا اند تعالى بقى من الستارت بقى من 1 2 3 ده اللي هو رقم 4. يبقى انا هقول اهو عدهم تاني كده، ادي دول كده، عد من الاخر، ادي واحد الفيرست السكند، ده الفيرست ده السكند ده الثيرد فروم ذا اند، انا كاتب كده فروم ذا اند، ده الفورث ده الفيفث، هتلاقي الفيفث فروم ذا اند هو تي 4. كأن عملت تي 8 ماينس 5 بلس 1 فطلع تي 4. ده الحل الوحش اللي انا بقول عليه. يلا نرجع بقى كده للسكرين يا جميل. ذا اكسبانشن هاز 8 تيرمز، يبقى ذا فيفث تيرم فروم ذا اند از تي 8 ماينس 5 بلس 1 طلع تي 4. يلا نجيب تي 4 بقى، هتقول لي 7 سي 3 سكند باور 3 فيرست باور 7 ماينس 3 واعمل لها سمبليفاي. ده حل صحي جدا، بس انا بقول عليه وحش وان كان في ناس بتحبه. بص بقى الحل الجميل، لما يقول لك فروم ذا اند ما تقلب المساله، خلي الفيرست سكند وث اهو، بص فروم ذا اند، شوف اللي حصل، قلبت دي مكان دي ودي مكان دي. اول ما قلبنا دول يبقى انا هجيب تي 5 عادي خالص اهو. يلا نجيب تي 5، 7 سي 4 دي بقت سكند بقى 3 اكس باور 4 فيرست، لو بصيت على ده هتلاقي هي هي ده اهو، 7 سي 3 هي هي 7 سي 4، 3 اكس باور 4 هتلاقي هنا 3 اكس باور 4 نفس الكلام. احسب بقى يا جميل وهتطلع الاجابه تطلع نيجاتيف 4. ادي مساله ثانيه، فكره ثانيه، تعالوا بقى نحكي يا اولاد. لو عندك باينوميال باور 11 مثلا، احنا في عندي حاجتين، هناك فرق بين لو قال لك فايند ذا فيفث تيرم غير لما يقول لك، هنا قال لك فيفث تيرم يعني عايز تي 5. طب تخيل ما قالش الفيفث، قال لك انا عايز كو اوفيشنت اكس باور نيجاتيف 3 او عايز كو اوفيشنت اكس باور 4 او كو اوفيشنت اكس باور 5، طب دي فيفث تيرم معروفه، هتقول له تي 5 11 سي 4 سكند باور 4 فيرست باور 11 ماينس 4 وتعملها عادي. طب هنا عايز كو اوفيشنت اكس باور مثلا نيجاتيف 3، هي اكس باور نيجاتيف 3 في تي 2 ولا تي 4 ولا تي 7 ولا تي 9 ولا كام؟ ولا اعرف. عشان كده يقول لك اذا شفت هذا المنظر يا باشا لغايه نهايه الحلقه، اول ما يقول لك عايزين نجيب الثيرد تيرم تقول له اربع خطوات. ايه الخطوات الاربعه؟ ركز معايا عشان دي طريقة سهل على نفسك. أول ما يقولش الفيفس تيرم ولا السكند تيرم تقوم تقول له أربع خطوات. الخطوة الأولى تكتب الجنرال تيرم، ده الخطوة الأولى. الخطوة الثانية سبستيتيوشن ان سي ار 11 سي ار سكند بار ار فيرست، وبعدين الخطوة الثالثة لم الأرقام على جنب أهو 11 سي ار 3 باور ار 2 باور 11 ماينس ار، وبعدين اكس كبيرة جمع الباور دي اكس باور نيجاتيف ار، طب وده اهي اكس باور 33 ماينس 3 ار. الخطوه الرابعه والاخيره تقول له احنا عايزين اكس باور نيجاتيف 3، اخد الباور ده اهو اخليه ايكوال نيجاتيف 3 اطلع الار. اول ما اجيب الار روح عوض هنا، يبقى انت جبت الترم.
يبقى في فرق بين لما يقول لك فيه فيفث تيرم ولما يبقى الترم مجهول تجيب كده. طب يلا نتفرج كده. فايند ذا تيرم فري اوف اكس، هي دي لو ما كانتش اكس، لو دي كانت 2 اكس سكوير ودي 1 كنا هنقول الفري اوف اكس الاخير، لكن ده هنا اكس وهنا اكس. تقول لي الفري اوف اكس الثيرد ولا الفورث ولا السيفنث ولا اعرف، نقول اربع خطوات. يلا يا باشا، تي ار بلس 1 وبعدين ان سي ار سكند باور ار فيرست باور ان ماينس ار، ونعمل سبستيتيوشن. وده الخطوه الثانيه، ان اللي هي 12 سي ار سكند اللي هي مين يا ابني؟ ايوه نيجاتيف 1 على اكس باور ار فيرست 2 اكس سكوير. هنجيب الارقام جنب بعض، 12 سي ار نيجاتيف 1 باور ار، في رقم ثاني اهو 12 باور 2 باور 12 ماينس ار، هنا اكس وهنا اكس، نعمل اكس كبيره. يلا يا جميل رد عليا، يلا لما تلاقيني واقف كده معناها بقول لك اتكلم، هتقول لي ايوه دي اكس باور ار تحت تطلع فوق اكس باور نيجاتيف ار. طب دي نعمل دي تايم دي، يبقى ب 24 ماينس 2 ار. كل ده احنا عايزينه فري اوف اكس، كل ده ايكوال زيرو، يبقى من هنا 3 ار 24 يعني الار مكانها ب 8. ار جت ب 8، لو حد قال لك يبقى الترم رقم كام؟ تقول لي تي 9 عشان تي ار بلس 1، تقول لي ال 9 ترم، لكن هو ما طلبش كده، ده قال لك عايز الترم نفسه، يبقى شيل الار اكتب 8، مكان الار نكتب 8، مكان الار نكتب 8، واحسب دي هيطلع رقم ضخم كده. ادي سؤال. طيب بص يا باشا واحده ثانيه. فايند كو افيشنت اكس باور 9، انا عايز اجيب يا اولاد اكس باور 9. اكس باور 9 هو الثيرد تيرم ولا الفورث تيرم ولا الفيفث تيرم؟ تقول لي ولا اعرف، اربع خطوات نجيب تي ار بلس 1. تي ار بلس 1 اوعى اوعى تكون مش واخد بالك من دي، هنا باينوميال وفيها حته بره، الحته اللي بره اكتبها اكس باور 5، ونيجي بقى تو ان سي ار سكند باور ار فيرست باور ان ماينس ار. دي اكس باور 5 اللي هي بره دي، مين السكند يا حبايبي؟ 12، يبقى 12 سي ار وبعدين سكند 1 على اكس باور ار وبعدين كده. طبعا لما بجمع الارقام 12 سي ار 1 باور ار مش هكتبها خلاص، يبقى 12 سي ار بس، هنا اكس وهنا اكس وهنا اكس، يبقى نكتب اكس كبيره. يلا يا جميل دي باور كام؟ 5. طب ده هيت شاطر نيجاتيف ار. طب دي يا باشا يبقى 36، واعمل 3 تايم ار ماينس 3 ار. كل ده الباور بتاع الاكس، عايزينه باور كام يا باشا؟ 9، يبقى نخليه ايكوال 9. يا سلام، هات الفور ار لوحدها وادي دي الناحيه الثانيه، طلعت الار ايكوال 8. جبت الار ب 8 وعايز الكو اوفيشنت، يبقى عايز ده يبقى فقط الكو اوفيشنت، يبقى 12 سي 8 كالكليتور تطلع 495. دي نمبر 9. خش كده على نمبر 10 يا باشا، بيجيب لك باينوميال، قال لك كو اوفيشنت اكس باور 7 ايكوال كو اوفيشنت اكس باور 4، بروف ذات اي تايم بي ايكوال 1. بهدوء يا اولاد، اولا اكس باور 7 الثيرد ولا الفورث ولا الفيفث ولا اعرف، نقوم نسميها ايه يا جميل؟ ايوه شاطر، تقوم تقول عليها نجيب اربع خطوات، الاربع خطوات اللي احنا حافظينهم اللي هو الجنرال تيرم، ونعمل سبستيتيوشن ونجمع الارقام في جنب واكس كبيره. نيجي بقى هو عايز مره اكس باور 7 ومره اكس باور 4، نقول له بقى لو انت عايز اكس باور 7 خد الباور ده كله ايكوال 7 تطلع الار ب 5. طب لو عايز اكس باور 4 خد الباور ده هو كله ايكوال 4 طلعت الار ب 6. اروح بقى للسؤال نفسه، هو قال لك كو اوفيشنت اكس باور 7 ايكوال كو اوفيشنت اكس باور 4، اكس باور 7 يعني الار ب 5، نروح نحط ار مكانها 5، ار مكانها 5، ار مكانها 5 هنا فقط لانه قال كو اوفيشنت. طب كو اوفيشنت اكس باور 4 يعني الار مكانها 6،
اول عينك الجميله ما تشوف ده هتلاقي هنا 11C5 تروح مع 11C6. ليه؟ عشان 6 بلس 5 ب 11. طب بص لدي كده يا باشا، 1 اوفر بي وهنا 1 اوفر بي، هنا 1 اوفر بي عليها باور 5 وهنا 1 اوفر بي عليها باور 6، يبقى ده كله يروح مع ده، يتبقى 1 اوفر بي فقط. هنا a باور 5 وهنا a باور 6، دي كلها تروح مع ده، يبقى اللي باقي من هنا a واللي باقي من هنا 1 اوفر بي. اعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى a تايم b ايكوال 1. هو ده الريكوايرد. جميل. طيب تعالوا كده مع بعض نحكي بسرعه اكس ماينس a باور n، دي هتطلع اكس باور n ان سي 1 a باور 1. بصوا كده، لما كانت نيجاتيف فعملت نيجاتيف a باور 1، نيجاتيف a باور 2، نيجاتيف a باور 3. طب ما هنا نيجاتيف باور 1 تفضل نيجاتيف، طب هنا نيجاتيف باور 2 تروح تبقى بوزيتيف، طب هنا نيجاتيف باور 3 تفضل نيجاتيف. يا خبر ابيض، اذا واحده بلس الثانيه ماينس، واحده بلس الثانيه ماينس. تلاحظ اللي جنب اللي هي النيجاتيف، اللي جنب سي 1 واللي جنب سي 3 واللي جنب سي 5. اذا خدها قاعده، اول ما يجي لك باينوميال في النص ماينس تقول له عادي خالص، بس الاولى بلس الثانيه ماينس، اللي بعدها بلس اللي بعدها ماينس. الباينوميال الجميل بقى يا اولاد اللي يبتدي ب 1، 1 بلس اكس باور ان، هتقول لي 1 وبعد كده ان سي 1 اكس باور 1 ان سي 2 اكس باور 2. طب ليه ما قلتش فيرست؟ لان فيرست ب 1 باور اي حاجه ب 1، عشان كده انا بقول على ده الباينوميال الجميل، بيبقى سريع قوي. ان سي 3 اكس باور 3 لغايه النهايه. طب لو كان 1 ماينس اكس باور ان، هتقول لي نفس الحكايه، 1 ان ماينس، خلي بالكوا الاولى بلس الثانيه ماينس، ان سي 1 اكس بلس ان سي 1 اكس باور 1 بلس ان سي 2 اكس باور 2 اللي بعدها ماينس. خلي بالكوا دايما اللي جنب سي 3 ماينس، اللي جنب سي 1 ماينس. طب الاخيره حسب الان، يعني لو الان ايفن يبقى دي بلس، لو الان اود يبقى ماينس، فبنقول نيجاتيف 1 باور ان. تعالوا بقى نقول كلام سريع برضو كده، لو قلت لك اكسباند ده هتقول لي 3 باور 4 وبعدين 4 سي 1 سكند باور 1 3 باور 3. ده انا بكرر اللي بعدها يا ابني، يلا عشان لو تاك حل لي دي باور 4 بسرعه، تقول لي اهو 4 سي 2 سكند باور 2 فيرست باور 4 ماينس 2. بعد ما تكتبهم الخمسه، طبعا دول 5 تيرمز عشان باور 4، ابتدي احسب دي لوحدها تطلع 81، 4 سي 1 ب 4 وبعدين دي 3 باور 3 ب 27 تايم 4 98 وهكذا حسبناها. طيب ايه رايك بقى لو جبت لك العكس، جبت لك اكسبانشن، تقول لي استنى ده هنا لازم اطمن الاول هل المساله ماشيه 6. بص كده الاولى باور 6 وبعدين في سي هات اهي، سي هات اهي، هنا 6 سي 1 6 سي 2 6 سي 3. ده ومش كده وبس، 6 سي 1 جنبها حاجه باور 1، 6 سي 2 جنبها حاجه باور 2، وكمان هنا الرقم ده اهو 6 ماينس 1، الرقم ده هو 6 ماينس، يبقى دي مظبوطه، يبقى دي اصلها كانت باينوميال باور 6. يبقى ده الاكسبانشن اوف باينوميال باور 6. مين الفيرست يا باشا؟ 3. مين السكند؟ الاي. جميل. طب كمان مره يا باشا اهو الشاطر بقى هيقول دي 1 ماينس 5 سي 1 اكس باور 1 بلس 5 سي 2 اكس باور 2 ماينس. لما تلاقي واحدة ماينس واحدة بلس تقول له وحياة ربنا باينوميال في النص ماينس. مين الفيرست؟ ال1. مين السكند؟ الاكس. يبقى دي 1 ماينس اكس باور 5. خلي بالكوا عشان ده هجيب لكم اسئلة عليها دلوقتي. حاجة تانية يا اولاد، لو عندك ديسيمال اقل من ال1 لو عملته باور 2 هيقل قوي، طب باور 3 يقل جدا، طب لو باور 4 يا نهار ابيض. انا بقى لو منك، انا لو حد بيسالني 0.2 باور 3 اقول له زيرو، هيقول لي ازاي؟ اقول له ما هو 0.0008 ايه ده مقدار صغير جدا كانه زيرو. ودي برضه لو حد قال لي 0.2 رقم اقل من ال 1 باور 4 اقول له ابروكسيميشن زيرو، وانت مطمن. ليه؟ لانه المقدار صغير جدا. طيب يوزنج باينوميال،
قال لك حول لي دي الباينوميال 1.3، تقوم تقول له 1.3 هنخليها 1 بلس 0.3، دي لما احسبها هتبقى 1 باور 5 ب 1، وبعدين 5 سي 1 0.3 باور 1، 5 سي 2 0.3 باور 2 بلس كمل. قول لي لا مش هكمل، اعمل لي نقط واوعى تكمل حتى لو انا طلبت منك. قول لي اسف، لان كل المقادير ده هي نيجلكتد، تعتبر كانها بزيرو. طب كمان مره 0.8 دي اصغر من 1، يبقى دي 1 ماينس 0.2، لان 1 ماينس 0.2 تطلع 0.8. عرفت الرقم ده ازاي بسرعه كده؟ عملت 1 ماينس 0.8 طلع 0.2. دي لما تحسبها اكتب تيرم 2 3 بس. لو حد قال لك كمل قول له اسف، ده المقدار ده صغير، هيطلع المقادير دي كانها بزيرو، يبقى نيجلكتد. طيب تعالى بقى، لو جيت قلت لك اكسباند ده بسرعه هتقول لي اكس باور 5، خلي بالكوا دي ماينس، يبقى واحده بلس واحده ماينس واحده بلس واحده ماينس، هتقول لي 5 سي 1 2 باور 1 اكس باور 4 عشان 5 ماينس 1 بلس 5 سي 2 2 باور 2 اكس باور 3 ماينس. لازم خلي بالك لغايه النهايه وما تسيبهاش كده بقى، دي تنزل 5 سي 1 ب 10 في 2 تطلع ب 20، وبعدين تحسب طبعا 5 سي 1 ب 5 في 2 تطلع ب 10، 5 سي 2 تطلع ب 10 في 4 ب 40 لغايه النهايه. يبقى انت عملت اكسبانشن للباينوميال ده. دي مساله بسيطه جدا. طيب بص بقى، يوزنج باينوميال احسب لي ده، وقال لك ابروكسيميت تو 2 ديسيملز. اول واحده 1.02، تقول لي تمام 1.02 باور 5، هتقول لي دي 1 بلس 0.2 باور 5. يلا نعمل اكسبانشن، تقول لي 1 وبعدين 5 سي 1 0.02 باور 1، قول اللي بعدها 5 سي 2 0.02 باور 2، اللي بعدها قول لي اسف مش هقول. ليه مش هتقول؟ تقول لي لان كل دول نيجلكتد، حاجات صغيره. هنا 1 5 سي 1 ب 5 تايم ده تطلع 0.1، 5 سي 2 10 تايم ده تطلع 0.04، اعمل ده بلس ده بلس ده تطلع الاجابه. يا خبر ابيض، 1 2 3 ديسيمال، هو عايزهم 2 ديسيمالز بس، شيل ده اعمل ابروكسيميشن، يبقى الاجابه ب 1.10. طب اللي بعدها يا ابني، دي عايزينها برضو ابروكسيميت تو 2 ديسيمال يوزنج باينوميال، تقول لي 1 ماينس 0.01 باور 4. يلا الاولى ب 1 وبعدين ماينس 4 سي 1 سكند باور، وبعدين بلس 4 سي 2 سكند باور 2، كمل. قول لي اسف لان دي مقادير بزيرو، ان الرقم ده اصغر من 1. احسب جمع دول يطلع ديسيملز كتير، احنا عايزين 2 ديسيملز بس، يبقى دول يتشالوا. طبعا الرقم ده لو ازيد من 5 هيزود 1. ادي مجموعه اسئله يا اولاد جميله. بص بقى، سولف ايكويشن زي دي، انا لو بصيت بعينيا 1 هكتب 1، ماينس هكتب ماينس، 5 بس هخليها 5 سي 1 اكس باور 1. طب هنا 5 تايم 4 على 2 تايم 1، طب ما دي احنا حافظينها من الكومباينيشن 5 سي 2 ودي اكس باور 2، 5 تايم 4 تايم 3 اوفر فاكتوريال 3 دي اللي هي 5 سي 3، 5 تايم 4 تايم 3 تايم 2 اوفر فاكتوريال 4 5 سي 4. لو بصيت للباينوميال ده اهو اكسبانشن بتاع باينوميال. باينوميال اللي هو فيه ايه؟ بص، واحدة ماينس واحدة بلس واحدة ماينس واحدة بلس، يبقى ده هتقول لي باينوميال باور 5، لان كلها 5 سي 1 5 سي 2 5 سي 3، يبقى دي باينوميال باور 5. مين الفيرست؟ 1. مين السكند؟ اكس، وفي النص ماينس. هذا الرقم عبارة عن حاجة باور 5 3 باور 5، الباور قد الباور يبقى البيز قد البيز، يبقى كده حسبنا الاكس. مسألة كمان يلا يا باشا، لما تبص لده هتقول لي اكس باور 6 دي 6 سي 1 6 سي 2 لغايه هنا 2 باور 6، دي باينوميال الفيرست اكس السكند اي وكلهم بلس، وطبعا 64 2 باور 6. هنا الباور قد الباور، بس خلي بالك الباور ده ايفن، يبقى نقول له بلس اور ماينس 2. شيل الاكس واكتب نيجاتيف 4، ودي دي الناحية التانية، وناخد الـ A مرة مع بلس 2
ومرة مع الماينس 2 تيجي حاجتين. طيب هل دي يا اولاد، بصوا لي بقى، علشان مسألة تبقى باينوميال لو جبت لك اكسبانشن تقول لي في شروط، لازم المسألة تبقى ماشية سي 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 كده، ولازم ثابتة مثلا ايه 7 سي 1 7 سي 2 7 سي 3، يبقى انا على طول وانا مغمض اقول له يبقى دي اكسبانشن بتاع باينوميال باور 7. طب لو كانت 7 سي مثلا 10 سي 1 10 سي 2 10 سي 3 اقول له دي باينوميال باور 10. يبقى الشرط لازم المسألة تبقى فيها سيهات، الحاجة التانية 10 سي 1 يبقى جنبها حاجة باور 1، 10 سي 2 جنبها نمبر حاجة باور 2، 10 سي 3 جنبها حاجة باور 3، يبقى دول شرطين خد بالك منهم. ماشي يا باشا؟ تعالى كده شوف المسألة اللي جاية دي ما فيهاش سيهات، يبقى لازم أحولها لسيهات. يلا كده. سولف اكس باور 5، هنا هتنزل زي ما هي اكس باور 5. طب دي 10، خلي بالكوا دي اكس باور 5، خلي بالك انا لما اقول اكس باور 5 يبقى لازم المساله تمشي 5 سي 1 5 سي 2 5 سي 3 طالما الفيرست باور 5، لو باور 4 يبقى لازم 4 سي 1 كده. طب هل ده اهي بص كده، هل دي 5 سي 1؟ هتقول لي 5 سي 1 ب 5، دي مش 5. تقول لي خلاص بالراحه انت زعلان ليه، 5 سي 1 ب 5 اكتب سي 5 سي 1. طب دي 10 يبقى باقي ايه 2، يبقى نكتب تايم 2، ما هو 5 سي 1 تايم 2 يديك 10 على طول، لان 5 سي 1 ب 5 ودي 2. طب ده هي 5 سي 2، بس هتقول لي لا ده 5 سي 2، 5 سي 2 المفروض تطلع، لما حد يقول لي 5 سي 2 اقول له دي المفروض تكون ب 10، طب دي مش 10. اقول له خلاص يا ابني ما هو 5 سي 2 ب 10 ودي 40، يبقى دي معناها 10 تايم 4، وبدل 4 هنكتب 2 باور 2 كويس، واكس باور 3. كمل كمل، يا سلام على الجمال، ظبطت اهي. بص اكس باور 5 5 سي 1 2 باور 1، اكس باور 4 5 سي 2 2 باور 2، اكس باور 3، وهتلاقيها مظبوطه. دي ماينس عشان سي 1، دي بلس عشان سي 2، دي ماينس عشان سي 3، يبقى دي باينوميال باور 5. طب الرقم ده عايزينها حاجه باور 5، اقعد جربها بالكالكليتور مع نفسك هتلاقيها 5 باور 5، والفيرست اكس والسكند 2، طلعت الاكس ايكوال 7. ادي سؤال، بص بقى ايفاليويت، هل امسك الكالكليتور بقى اقعد احسب 10 سي 0 ماينس 3 تايم 10 سي 1 بلس 9، اقعد اعملها بالكالكليتور؟ ده انا يطلع عين يطلع عيني في المساله. امال اعمل ايه يا ابني؟ اقول لك بالراحة 10 سي 0 خليها اللي هي ب 1، 10 سي 1 تايم 3 باور 1، 10 سي 2 9 بدل 9 اكتبها 3 باور 2، 10 سي 3 بدل 27 3. يا سلام على الجمال، 10 سي 1 بقت جنبها 3 باور 1، 10 سي 2 جنبها 3 باور 2، 10 سي 3 يا سلام. تقول وحياة ربنا ده اكسبانشن بتاع باينوميال رد باور كام؟ 10 على طول، لان كلها 10 10 10. وكمان الباينوميال في واحده ماينس واحده بلس، واحده ماينس واحده بلس، يبقى اكيد في هنا باينوميال باور 10، اقول له 1 ماينس 3 باور 10 ايكوال، المفروض في رقم كده هو كان جايبه، مش اللي هو رقم كبير قوي اللي هو كان 1024، بس مش موجوده هنا. طبعا دي لما اجي احسبها انا اللي هحسبها، 1 ماينس 3 تطلع كام؟ نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 باور 10 1024. يبقى انا طلعت الرقم ده، تخيل بقى لو انت قعدت تعمل بالكالكيتور 11 مره غالبا هتغلط، لكن طلعتها اسرع. بص بقى للكلام الظريف ده، ايفاليويت فروم 0 تو 7، لما حد يقول لك 7 سي ار، علامه السمشن دي معناها دي كررها من 7 من 0 ل 7 يعني 8 مرات، 7 سي 7 سي 7 سي، الار دي شيلها وحط 0 وبعدين 1 وبعدين 2 وبعدين 3 لغايه 7، دول 8. خلي بالك دي 7 سي 0 7 سي 1 7 سي 2، طب ما دي كان جنبها 1، كان جنبها 1 باور 1، كان جنبها 1 باور 2 1 باور 3 اهو، لان انت نفسك تبقى ايه 7 سي 1 رقم باور 1 7 سي 2 رقم باور 2. طب ما دي على بعضها اخليها 1 بلس 1 اول باور 7،
يعني 2 باور 7 1 تو 8. يبقى انا لما حبيت اجيب السمشن ده فكيتها قدام عيني، اول ما فكيتها قدام طالما 7 7 7 لغايه ما توصل ل 7 سي 7 يبقى دي 1 بلس 1 باور 7 يعني 2 باور 7. طب بص كده من 0 ل 9 نفس الحكايه، هتقول لي 9 سي 0 9 سي 1 9 اهو 9 سي 0 9 سي 1 9 سي 2. طالما باديه ب 9 سي 0 منتهيه عند 9 سي 9 يبقى ده اكسبانشن بتاع باينوميال. هتحط هنا 1 تحط هنا 1 تحط هنا 1، اقول لك حاجه سر يا ابني على طول، تقول له وحياه ربنا دي 2 باور 9 اللي قبليها 2 باور 7. يبقى طالما واصله لغايه 9 يبقى دي هتطلع 1 بلس 1 باور 9 يعني 2 باور 9. طب بص الحته اللي جايه دي اوعى تتخض، خلي بالك لما دي 9 لازم تبقى اخرنا هنا 9، لو دي 7 اخرنا كان 7. طب بص لدي كده وما تزعلش مني ارجوك ما تزعلش. من 0 ل 13 المفروض دي تبقى 13 سي ار، يعني لو دي 13 سي ار كانت اتحلت وكنا ارتحنا، يعني لو كانت كده اهو يا اولاد لو كانت كده سمشن، لو السؤال كان كده سمشن ار ايكوال 0 لغايه ار ايكوال 13 لو كانت بالشكل ده، وجيت قلت لك 13 سي ار دي تقول لي سهله انا اقدر احل لك دي بسهوله ازاي؟ هتقول لي دي عباره عن 13 سي بلس 13 سي بلس 13 سي لغايه اخر واحده، ونحط هنا 0 1 2 3 لغايه 13. طالما بادئه بده منتهيه بده ودول زي بعض زي بعض، تقول لي دي هتطلع في النهايه في النهايه تطلع ب 2 باور 13. هتقول لي جت منين؟ اقول لك اهو يا باشا عشان ما تتضايقش، حط 1 هنا حط 1 هنا حط 1 هنا، دي 1 باور 2 1 باور 1 ودي ب 1، طلعت الاجابه 1 بلس 1 اول باور 13 اللي هي طلعت كده. طب بص اللي انا جايبها لك بقى، انا جايب لك حاجه تانية مخبي لك دي كده وقلت دي مش دي 13، ده انا جايب سميشن وقلت من ار ايكوال 0 لغايه ار ايكوال 13. بص الحته الوحشه بقى كده كتبت 27 سي ار، يا نهار ابيض ده انا كده لما اجي اكتب دي هقول له 27 سي بلس 27 سي بلس لغايه 27 اخرنا 0 1 2 لغايه 13. هل ده باينوميال؟ لا ده مش اكسبانسن باينوميال. ليه؟ لان المفروض عشان تبقى باينوميال لازم اخرها يبقى 27 سي 27. طب ازاي اعمل اف دي بقى؟ تعالوا ارجعكم لباسكال تريانجل. فاكرين يا اولاد لما قلت لك باسكال تريانجل اوله 1 اخره 1، لما كنت كده اقوله 1 اخره 1 وبعدين نقول ايه؟ هنا افترض كنا بنقول الرقم اللي بعد ده قد الرقم اللي قبله، الرقم الثالث قد الرقم الثالث من الاخر، الرقم الرابع قد الرابع من الاخر، هتلاقي كده الاولى زي الاخيره، الثانيه من الفيرست قد الثانيه من فروم ذا اند، الثيرد فروم ذا فيرست قد الثيرد فروم ذا اند، يبقى المساله مقسومه نصين قد بعض. فاكر دي؟ ده اللي كنت بقول لك عليه، اقول لك تاني عشان برضو ما حدش يقول لي انا مش فاكر. فاكر اهو لما كنا بنكتب ايه 1 1 وبعدين 1 1 ونكتب هنا 2 وبعدين 1 3 3 1 وبعدين 1 4 6 4 1 وبعدين 1 5 10 10 5 1، مش ده اللي هو باسكال تريانجل او اللي هو بتاع عز الدين الطوسي ده؟ يبقى دي تطلع كام؟ 6 وهنا 15 ودول مع بعض 20 ودول مع بعض كام يا ابني؟ 15 دول مع بعض تطلع 6 اهو. تلاحظ الفيرست قد اللاست، السكند فروم ذا فيرست قد السكند فروم ذا لاست، الثيرد قد ده. لو بصيت على دي بقى تعالى كده اقولها لك بالراحه كده عشان ايه مخك الجميل يبقى معايا، دي كانها طبعا دي باور 6 دي 6 سي 0 وده هي الأخيرة 6 سي 6 دي 6 سي 1 والأخيرة 6 سي 5.
ده اهي 6C4 6C2 اسف، ودي 6C كام يا ابني؟ هنا 5 يبقى هنا 6C4، ودي 6C3 اهو. هتلاقي دول قد دول، صح؟ جميل. اذا انا لو عندي، لو انا عايز ده هي باينوميال هنحط 1 1 1 1 1 1 1 يبقى دي 1 بلس 1 باور 6. طب بص بقى للحته اللي جايه عشان تستنتج معايا السؤال اللي انا كنت اديتهولك بتاع الناس الجميله دي، ان قلت لك لازم البدايه قد النهايه، البدايه قد النهايه. يبقى انا لما اقول لك 27 سي 0 لازم الاخيره جدع 27 سي 27. طب الثانيه السكند 27 سي 1 اللي قبلها 27 سي 6. بص كده هقول لك كده 27 سي 0 الاخيره 27 سي 27. هنا الثانيه هقول له ده 27 سي 1 هنا 27 سي 26 اللي بعدها ده اهي 27 سي 2 هتلاقي دي 27 سي 26 بقت 25 اللي بعدها يا ابني 27 سي كام 3 هنا 27 سي 24 كمل هتلاقي دي هي هي دي ده هي 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 دي دي هي نفسها دي. اذا نقدر لو انا خدت لغاية النص كده النص ده يبقى المقدار ده لو جيت عند الميدل كده هقول له ده هو هاف الفاليو بتاع ده كله. طب هو الفاليو ده كله بكام؟ ب 2 باور 27. يبقى المقدار لغاية هنا فقط هاف 2 باور 27 يعني 2 باور 26. دي مسألة رائعة بصراحة. تعالى كده يا باشا اهو ده عايز الاكس السمشن ده، فانا كتبت 27 سي 0 27 سي 1 لغاية النهاية. اقول له دي كلها انا عارف انها ب 27 2 باور 27. اقول له لو انت خدت لغاية النص ما هو دول كلهم 28 يا ابني، دول 14 واللي باقي 14 لان دول كلهم 28 تيرمز. دي عبارة عن هاف الفاليو بتاع ده، يعني هاف يبقى دي معناها هاف في 27 دي مع دي هاف 2 باور 27. الهاف دي معناها 2 باور نيجاتيف 1 ودي 2 باور 27 يبقى الاجابه 2 باور 26. جميله. ادي مساله فكره كده على باسكال عشان يبقى انت تشوف فايدته. بص يا باشا فايند ذا سم اوف ذا كوفيشنت اول تيرمز. الباينوميال ده يا حبايبي في الترمز يلا نحسبها. هتقول لي 1 ماينس 7 سي 1 3 اكس بار 1 7 سي 2 3 اكس بار 2 ماينس 7 سي 3 3 اكس كمل كمل لغايه الاخر. انا عايز الكوفيشنت يعني مش عايز الاكس مش عايز الاكس مش عايز الاكس. يبقى مش عايز الاكس يبقى هنحسب ده على بعضها 21. احسب الكوفيشنت ده الكوفيشنت كمل كمل لغايه الاخر. هل اقعد اعمل كده وبعدين اعمل ده مع ده مع ده مع ده مع ده اطلع الاجابه؟ هتطلع الاجابه صح وحياه ربنا، بس هبص لك نظره وحشه. مش انت عايز الكوفيشنت؟ يعني مش عايز الاكس؟ شيل الاكس. بس شيل الاكس ده كلام بلدي، احنا علميا نقول حط الاكس ب1. يبقى اول عينك ما تشوف كلمه سم اوف كوفيشنت روح للباينوميال نفسها ومكان الاكس اكتب 1 حط الاكس ب1 يا ابني. يبقى تطلع الاجابه 1 ماينس 3 اول باور 20 اول باور 7 1 ماينس 3 نيجاتيف 2 باور 7. يبقى السم اوف كوفيشنت طلعت الاجابه نيجاتيف 1 وبعدين 1 تو 8. جميل قوي. يبقى الاجابه طلعت نيجاتيف 128. يبقى لما يطلب منك الصم بتاع الكوفيشنت على طول تقوم تحط الاكس مكانها ب1 عشان تبقى سريع. طيب بص يا جميل دي تي باور دي الفيرست ودي السكند. يلا مع بعضينا كده يا حبايبي نجيب تي 6 وبعدين نجيب تي 5. تي 6 ان سي 5 سكند باور 5 فيرست. طب يلا نجيب تي 5 ان سي 4. اعمل ديفايدد كده بينهم
ان سي 5 على ان سي 6 الكبيره عكس مكانها، ال 5 تحت وان ماينس 4. اي باور 5 واي باور 4 يتبقى اي فوق، هنا اكس وهنا اكس يتبقى اكس تحت لان دي الاكبر. الاجابه طلعت تي 6 على تي 5 اهو، طلعت ايه بقى؟ بص اللي انا عملته 5 تحت اهي. بدل ان ماينس 4 لو ما يزعلكش انا قلت ان ماينس 5 بلس 1 هي هي ان ماينس 4 وبعدين ايه على اكس. انا عايزك نظره للي انا طلعته، نظره لما كانت تي 6 على تي 5 خدنا ال 5 هنا ان ماينس 5 بلس 1 ايه على اكس. طب تي 8 على تي 9 بص هنا دي 6 ودي 5 مين الصغيره؟ 5. يبقى ال 5 هي اللي اتكلمنا عنها، شدينا ال 5 في مكانها وبعدين ان ماينس الصغيره بلس 1 وهنا ال 5 جنبها الاكس اللي هي الفيرست. تي 8 على تي 9 تقول لي مين الصغيره؟ 8. شد ال 8 في مكانها. يلا كمل. طب تكمله الريشيو ان ماينس 8 بلس 1 وال 8 جنبها الفيرست، مين الفيرست؟ اكس. وهنا ايه؟ طب تكرار يا حبايبي، انا قلت اهو لما تبقى واحده وواحده بشوف مين الصغيره في مكانها، الصغيره في مكانها تي 9 وتي 7. يلا قول معايا، مش ال 7 الصغيره؟ نكتب ال 7 في مكانها ونعمل ان ماينس 7 بلس 1 واقول لك غلط. هتقول لي ليه غلط؟ ما انت عامل نفس الطريقه. اقول لك يا راجل يا ابني بص لها، دي 5 و 6 يبقى دول ورا بعض، 8 9 ورا بعض، بذمتك يا جدع انت يا جميل هل دول ورا بعض؟ هتقول لي لا. اقوم اعمل ايه؟ اقول لك تي 9 وتي 7 يبقى لازم اعمل بريدج كده بينهم، كوبري بينهم كده، نحط تي 8 نحط تي 8. دول بقى الريشيو رول مظبوطه، دول سكسيسيف تيرمز ودي ريشيو رول مظبوطه، تي 9 وتي 8. حد يرد؟ 8 في مكانها. بعدها ان ماينس 8 بلس 1 و8 جنبها الفيرست ودي جنبها السكند. نفس الحكايه، اول ما اقول لك تي 8 7 تعمل لي فراكشنين جنب بعض، الصغيره في مكانها وبعدين ان ماينس الصغيره بلس 1 والصغيره جنبها فيرست ودي سكند. طيب اذا لما اقول تي ار بلس 1 اوفر تي ار، يلا يا باشا قول لي رول. ها مين الصغيره؟ الار، حطها في سيركل كده. يلا الار اهي، الار في مكانها ان ماينس ار بلس 1 وكده. يلا نقولها بالبلدي، لو حد قال لك بالبلدي بتجيب الريش رول ازاي؟ تقول له الصغيره في مكانها اهي ان ماينس الصغيره بلس 1 وبعدين في ريشيو تانيه الفيرست جنب الصغيرة، الفيرست مع الصغيرة. طب معلش أنا عايز أأكد على الريشيو دي مرة تانية. إحنا خدنا يا ولاد ريشيو رول لما كنا بنشرح في الكومباينيشن وريشيو رول النهاردة. معلش أكتبهم لك الاتنين قصاد بعض عشان يبقى منها بفكرك بالريشيو كومباينيشن بفكرك بالريشيو بتاعت النهاردة. بص يا باشا، لو جيت قلت لك إن سي 7 أوفر إن سي 6 ادي واحدة. طب لو قلت لك تي 7 اوفر تي 6 ادي واحدة. بص يا جميل، في الكومباينيشن زمان كنا بنقول اول ما تشوف ده خد الكبيرة، الكبيرة عكس مكانها 7 فوق تكتبها تحت، وهنا نقول له ان ماينس الصغيرة، يبقى كنا بنقول كده الكبيرة عكس مكانها وبعدين ان ماينس الصغيره، ده اللي كنا بنقوله في الكومباينيشن. الريش رول بتاعه الباينوميال، لا ريش رول نقوم نعمل حاجتين جنب بعض، الصغيره هي اللي في مكانها 6 في مكانها وبعدين ان ماينس الصغيره بلس 1 وبعدين الصغيره جنبها فيرست وهنا سكند، ده الريش رول. يلا نكررها كمان مرة معلش ليطمئن قلبي. معلش يا اولاد انا بكرش، ان دي حاجة مهمة. لو جيت قلت لك تي 10 اوفر تي 11 تقوم على طول اتنين ريشوز كده جنب بعض، مين الصغيرة يا باشا؟ هتقول الصغيرة التن، يبقى التن في مكانها عشان دي الصغيرة، ونقول له ان ماينس الصغيرة بلس 1 والصغيرة جنبها فيرست وهنا سكند، دي الريشيو رول في الباينوميال.
غير لو انا كتبت، لو كتبت لك كده ان سي 10 اوفر ان سي 11، تقول لي لا ده دي كومباينيشن. في الكومباينيشن بنقول حاجة تانية، الكبيرة عكس مكانها، يبقى الكبيرة عكس مكانها، وان ماينس الصغيرة ده باينوميال ده كومباينيشن. يلا نروح بقى للسؤال بتاعنا. يلا 21 1 بلس اكس باور ان تي 6 تو تي 7 تو تي 8 ايكوال ده. تقوم سيادتك تقول يلا ناخد 2 2 تي 6 على تي 7 21 على 14، وارجع تاني تي 7 اوفر تي 8 اهو ايكوال 14 اوفر 6. طبعا عملت دي باي 7 باي 7 باي 7 باي 7 او هنا باي 2 باي 2. يلا يا باشا تي 7 على تي 6 اثنين فراكشنز اهم، الصغيره في مكانها وبعدين ان ماينس 6 بلس 1 ودي جنبها فيرست ودي سكند. اعمل سمبليفاي طلعت الاجابه كده. هنا برضو مين الصغيره؟ 7، يبقى 7 في مكانها اثنين فراكشنز اهم وال7 جنبها الفيرست، واعمل سمبليفاي. عندك ايكويشن 1 عندك ايكويشن 2 هو طالب الاكس والان، طب ما دي فيها 2 فاريبلز ودي 2 انونز، يبقى نعمل ديفايدد ايكويشن 1 ديفايدد 2. لما تعمل ديفايدد 1 اوفر اكس تروح مع 1 اوفر اكس، يبقى اللي باقي 2 اوفر ان ماينس 5 ديفايدد، يبقى اعمل تايمز واقلب دي يا باشا، وهنا هاف ديفايدد اعمل تايمز واقلب دي. سمبليفاي بقى 2 تايم ان و2 تايم 6 وهنا، واعمل كروس مالتيبليكيشن هتطلع ال ان ايكوال 9. ادي مساله 21. هنا 2 اكس بلس 3 باور 15 جايب لك 10 تي 4 ايكوال 13 تي 3 بلس تي 5. تقول له استنى نشيل تي 4 15 سي 3 سكند باور 3 فيرست باور 15 ماينس 3. طب وتي 3 15 سي 2 سكند باور 2 حاجه ملل، وبعدين فيرست باور 15 ماينس 2. الواد الشاطر يقول لي معلش فعلا ملل لو انت عملت كده، ولكن انا هقول حاجة تانية. لما تشوف منظر زي ده الافضل يا ابني تحولها الريشيو رول. ازاي نحولها الريشيو رول؟ تقول لي اعمل ديفايدد ديفايدد ديفايدد. طب اشمعنى اخترت تي 4؟ عشان تي 4 مع تي 5 تعمل ريشيو رول، وتي 3 مع تي 4 ريشيو رول، ودي تروح 10 تنزل 13. تي 3 اوفر تي 4 عملت 2 فراكشنز، ال 3 في مكانها وبعدين 15 ماينس 3 بلس 1 وال 3 جنبها فيرست وهنا سكند. تي 5 تي 4 ال 5 في مكانها، لا الصغيره ال 4 ال 4 في مكانها ودي طلعت كده. يلا نعمل سمبليفاي يا اولاد، احسب كده بالراحه. الاول ال 3 دي تروح مع ال 3 دي الاول، او ال 3 راحت مع ال 3. هنا 15 ماينس 3 12، 12 بلس 1 13 تروح مع ال 13. اللي باقي بقى 10، اللي باقي من هنا 2 اكس اللي هي دي. دي بقى بالراحه 15 ماينس 4 بلس 1 تطلع ب 12، 12 اوفر 4 3، 3 تايم 3 ب 9. اول ما تشوف المنظر ده زي الاطفال لما يشوفوا ده يقول لك اعمل مالتبلاي 2 اكس مالتبلاي 2 اكس مالتبلاي 2 اكس. طلعت ايكويشن ممكن بالكالكليتر يا حبيبي تحسبها او تعمل فاكتورايز براحتك، هتطلع لك الاكس 9 اوفر 2 ممتاز، او الاكس بهاف هيطلع لها اجابتين بالكالكليتر ممكن تعملها او تعمل فاكتورايز. طيب واحده كمان يا حبايبي 5 تي 6 بار 2. لا 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 وقف هنا، تي 6 بار 2 خلاها تي 6 تايم تي 6. طب سؤال ممكن قبل ما نحل دي، معلومة كده في المنطقة الصفرة دي، مين يقول لي كام ترم هنا يا ولاد؟ تقول لي واحد اتنين تلاتة اربعة ترمز. طب كام ترم هنا؟ تو ترمز بس، وان تو، لما يبقى بلس يبقى دول فور ترمز. لو حصل يا حبايبي وحبيت اعمل هنا ديفايدد اكس، تقول لي لازم دي كمان ودي كمان وده، ايتش ترم لازم ديفايدد اكس. طب لو عملت هنا ديفايدد اكس لازم دي كمان؟ لا، ما كل ده ترم واحد، اعمل ناحية ديفايدد اكس. طب لو عملت هنا ديفايدد واي اعمل هنا ديفايدد واي. خش على المسألة تي 6 بار 2 عملناها تي 6 تايم تي 6. يلا اول ما اشوف هذا المنظر نقول بقى نعمل ريشيو رول، دي تي 4 وتي 6 اعمل ديفايدد تي 5 ديفايدد تي 5 هنا وهنا بس.
طب تي 7 وتي 6، يا سلام، ديفايدد تي 7 ديفايدد تي 7، دي بقت ريشيو رول، ريشيو رول، ريشيو، يا نهار ابيض، حفله من الريشيو رولز اهي يا اولاد. 5 تنزل، يلا يا جميل، دي تعمل 2 فراكشنز، 6 في مكانها ان ماينس 6 بلس 1، و6 جنبها فيرست اللي هي ب1 اوفر اكس. طب دي يا باشا 5 في مكانها وان ماينس 5 بلس 1 وال5 جنبها الاكس. نفس الكلام الناحيه الثانيه. بص كده بعينيك الجميله، اكس اوفر 1 تروح مع 1 اوفر اكس، اكس اوفر 1 مع 1 اوفر اكس، ايه كمان؟ يا سلام 5 دي مع 5 دي. ايه كمان؟ يا سلام اهو 6 مع ال 18 فيها ال 3. بس احسب اللي باقي هنا ان ماينس 4 واللي باقي هنا ان ماينس 5. طب نروح الناحيه الثانيه، 4 تايم 3 ب 12 في ان ماينس 6، وتحت 7 تايم ان ماينس 4. كروس مالتبليكيشن يا باشا، بس خلي بالك طويل وفك البراكتس، هتطلع بالكالكليتر ان برقمين فيهم رقم ريفيوز للان ب 12. موضوع اخر، ذا ميدل تيرمز دي باور 4 اكيد هتطلع 5 تيرمز، يبقى الميدل فين؟ اهو، عشان قبلها 2 بعدها 2. دي باور 6 اكيد تطلع 7 تيرمز، فين الميدل؟ تي 4. طب دي باور 3 اكيد تطلع 4 تيرمز، فين الميدل؟ مفيش، في 2 ميدل. طب دي باور 5 6 تيرمز، الميدل لازم 2 عشان يبقى ده قد ده. لاحظت حاجة يا ابني؟ ايوه، لما كانت باور ايفن 1 ميدل تيرم، باور اود 2 ميدل تيرمز. قاعدة باخدها، اول ما يقول لك طلع لي ميدل تيرم تبص على الباور الان، لو كانت ايفن يوجد 1 ميدل تيرم، اود يبقى 2 ميدل تيرمز. طب بص بقى، هنا 4 اعملها ديفايد 2، هل دي 2؟ عملت بلس 1. طب هنا 6 ديفايد 2 3، هل دي 3؟ اعمل بلس 1. يبقى انا بعمل الان ديفايد 2 بعدين بلس 1 يطلع لك الميدل. طب دي 3 ديفايد 2 ما تنفعش، تقوم تزود لها مره 1 ومره 3، يعني حط 1 مع 3 4 ديفايد 2 ب 2 اهي، زود 3 بلس 3 ب 6 ديفايد 2 تطلع تي 3 اهي. طب كمان مره 5 بلس 1 مره وبلس 3 مره، 5 بلس 1 6 ديفايد 2 تطلع تي 3، 5 بلس 3 8 ديفايد 2 تطلع تي 4. يبقى نقول مره ثانيه بقى ملخص الكلام ده، لو حد طلب منك الميدل تيرمز تقول على حسب الان، لو الان ايفن 1 ميدل تيرم، طب لو الان اود 2 ميدل تيرمز. اجيب ازاي الميدل تيرم؟ ان اوفر 2 بلس 1. طب ال 2 ميدل تيرمز؟ ان بلس 1 اوفر 2 اند ان بلس 3 اوفر 2. يلا يا جميل، عايزين نحسب دي. لو طلبت منك باور 14 يوجد 1 ميدل تيرم، ايه هو؟ 14 اوفر 2 بلس 1 يبقى تي 8. طب هات لي الميدل تيرم هنا، تقول لي ده دي اود، يبقى 2 ميدل تيرمز، يبقى 9 بلس 1 اوفر 2 9 بلس 3 اوفر 2. طب دي ايفن 1 ميدل تيرم، نقدر نطلعها خلاص. طيب بص يا باشا، if the two middle terms are equal find the value of x. تقوم سيادتك لما تبص لده تقول بالراحة الميدل تيرمز طالما دي باور اود يوجد 2 ميدل تيرمز، تي 11 بلس 1 اوفر 2 11 بلس 3 اوفر 2، يعني تي كام يا ابني؟ تي 6 ايكوال تي 7. لو انا منك ما تسيبهاش كده، هاتها ريشيو، يبقى تعمل ديفايد تي 7 بقت دي ب 1، تي 6 اوفر تي 7، ال 6 في مكانها 11 ماينس 6 بلس 1 وال 6 جنبها فيرست اللي هي 4 اكس سكوير. اعمل سمبليفاي، دي 6 ودول 6 يترشطبوا مع بعض، دي تبقى 4 اكس سكوير ودي تطلع تقلب دي تبقى 2 اكس اوفر 1، طلعت 8 اكس كيوب ايكوال 1، يبقى الاكس ايكوال هاف. طيب if the ratio between the middle term and the fifth term في الاكسبانشن ده ايكوال 3 اوفر 2، يبقى انا عايز اجيب الميدل واجيب الفيفث. الميدل طالما ايفن يوجد 1 ميدل تيرم، 10 اوفر 2 بلس 1 طلع تي 6. يلا يا جميل، هو عايز ريشو بين تي 6 والفيفث تيرم تي 5، سهله، يبقى 5 في مكانها اهو، وبعدين ان ماينس 5 بلس 1 اللي هي 10 ماينس 5، وبعدين فيرست وسكند،
ايكوال 3 اوفر 2، اعمل سمبليفاي 3 اوفر 2 تروح مع 3 اوفر 2. 10 ماينس 5 بلس 1 يعني 6، طيب واي ب 6 واي ودي 5 اكس، كروس ملتيبليكيشن يطلع الريكوايرد اوتوماتيكي. دي مساله ظريفه ان ذا اكسبانشن اوف، انا هحلها معاكو. هو كاتب كده اكس باور كي وبعدين بلس 1 اوفر اكس اول باور 8، وقال لك الكي بيلونجز تو زد بلس، وقال فايند ذا فاليو اوف كي، عايز الفاليوز اوف كي which makes the expansion has term free of x، وبعدين ratio between the term free of x and coefficient of the middle using the maximum value. مع بعضنا كده يا ولاد بالراحة قوي. اولا طالما قال الاكسبانشن ده term free of x، بصوا يا حبايبي لما يقول term free of x يبقى اربع خطوات، هنقول تي ار بلس 1 8 سي ار سكند باور ار فيرست باور 8 ماينس ار. الخطوة التانية 8 سي ار ونكتب اكس كبيرة دي باور نيجاتيف ار بلس كي طيب 8 ماينس ار. الخطوة التالتة اقول له فري اوف اكس، فري اوف اكس او ماخد الباور ده واساويه بزيرو، نيجاتيف ار بلس كي 8 ماينس ار ايكوال زيرو. كمل معايا يا باشا، يلا اهو بالراحة كده مع بعض، هنودي الار الناحية التانية يبقى تطلع كي وبعدين 8 ماينس ار ايكوال ار. يلا يا جميل نكمل مع بعض بهدوء، يلا هتطلع الكي ايكوال ار اوفر 8 ماينس ار، هي دي الكي. طيب خلي بالك هو قايل في المساله ان كي بيلونجز تو زد بلس، الار ده اهي الار بتاعتنا هتاخد 0 1 2 3 4 5 6 7 8. نجرب بسرعه، لو حطيت ار ب 0 ار ب 0 تطلع الكي ب 0 بدي لا، طب حط ار 1 ار 1 تطلع الكي 1 على 7 يبقى دي لا، حط 2 لا، 3 يبقى 3 على 5 لا، طب حط 4 كده تنفع، يبقى لو حطيت الار ب 4 تطلع الكي ايكوال 4 اوفر 4 ب 1 يبقى دي نفعت. طب 5 ماينس لا، طب حط 6 ار ايكوال 6، حط كده شوف الكي تطلع كام يا ابني، لما تحط 6 اوفر 2 تطلع الكي ب 3 يبقى دي نفعت. 7 تنفع، الار ايكوال 7 تطلع الكي 7 اوفر 1 ب 7. يبقى نقول values of k equal 1 3 7، دي values of k. هو قال في السؤال بتاعنا values of k جبناها، قال لك خد الماكسيمم فاليو اوف k وهات الريشيو بينها وبين الميدل تيرم. يعني اروح للسؤال نفسه، السؤال نفسه كان كده، كان اكس باور كي قلنا كي كتبناها بكام؟ كتبناها ب 7 بلس 1 اوفر اكس اول باور 8. عايز يجيب ريشيو بتوين الميدل تيرم والترم الفري اوف اكس، يبقى انا هجيب الميدل تيرم، اقول الميدل تيرم تي 8 اوفر 2 بلس 1 يطلع تي كام يا حبايبي؟ تي 5، ده الميدل تيرم. هات الريشيو بقى، هات لي تي 5، هتقول لي 8 سي 4 بس لانه عايز كو اوفيشنت، عايز الكو اوفيشنت بتاعه يبقى 8 سي 4. يبقى انت هتعمل ريشيو بين الميدل تيرم يبقى هتجيب لي 8 سي 4 اند الكو اوفيشنت اند الفري اوف اكس يعني 8 سي 7. طب لو قال على حسب ما هو طالب، قال لك الميدل تيرم تو ذا تيرم فري اوف اكس، طب لو قال لك الترم الفري اوف اكس الاول على الميدل تيرم كنا هنجيب دي فوق ونجيب دي تحت ونحسبها. ادي مساله يا اولاد نمبر 26، خش على 27 يا باشا. 1 بلس ام اكس باور 10 دي جايبها لنا، طب ده جيفن، ده جيفن
تعال انت اعمل اكسبانشن لده، هتقول لي 1 وبعدين تنسي 1 ام اكس بار 1، تنسي 2 ام اكس بار 2، تنسي 3. اعمل كومبيرنج للسطرين دول، يبقى الاي ب1، البي تنسي 1 ام باور 1، السي ما هنا اكس سكوير وهنا اكس سكوير، يبقى الكوفيشنت ده قد ده، ال 15 ده الكوفيشنت اكس باور 3، طب ما هنا اكس باور 3 يبقى تنسي 3. اول ما عملت كده من هنا هقدر اجيب الام. طب ما طالما جبت الام بهاف، خدها عوض بيها هنا تجيب البي، عوض بيها هنا تجيب السي. بس يبقى دي مسألة جميلة. كمان مرة يا ولاد جايب لي مسألة زي ده، اكتبها قدامك، اكتب انت المنظر ده هو اللي جايب لك باينوميال جاهز، انت اكتب الباينوميال بتاعك، اعمل اكسبانشن 1 ان سي 1 ام اكس باور 1، ان سي 2 ام اكس باور 2 لغايه النهايه، اعمل كومبيرنج، كومبيرنج يبقى الاي نوت ب 1، الاي 1 ان سي 1 ام باور 1، الاي 2 ان سي 2 ام باور 2 وهكذا. هو جاب لك اي 1 ب 20، شيل اي 1 واكتب ان سي 1 ام باور 1. طب ما الان سي 1 ب ان، يبقى ان تايم ام ايكوال 20. رجع تاني 2a4 ايكوال 7a3، هنشيل ال a4 ونكتب ان سي 4 ام باور 4 ونعمل كده. اعمل سمبليفاي لدي يا ابني بهدوء، واعمل طبعا انا مضطر اسرع شويه عشان ده يا دوبك ربع ساعه نلحق اقول الافكار اللي انا عايز اقولها. هتطلع هنا الام من ده، شيل ان ام وحط كام 20، هتطلع الام وبعدين تجيب الان. ادي مسألة 28. يلا عشان باقي 10 اسئلة في ربع ساعة عايزين نلحق نخلصهم. prove that ده using binomial، هي دي binomial. البينوميال يا ولاد يعني حاجة باور ان، 3 باور 2 يعني 9، دي نعرف نحطها binomial طبعا 1 بلس 8، ده ايه 1 بلس 8 باور ان، يلا نفكها بالباينوميال. تقول لي 1 ان سي 1 8 باور 1، ان سي 2 8 باور 2، ان سي 3 8 باور 3، ودول زي ما هم. طب ما هنا نيجاتيف 1 ودي بوزيتيف 1 يروحوا، نيجاتيف 8 ان ودي 8 ان تروح، يبقى اللي باقي ده خد كومون فاكتور من هنا 8 باور 2. عايز اقول حاجه برغم ان انا مستعجل، لكن اقولها لك بسرعه كمعلومه صغيره. لو جيت قلت لك مثلا 5a، تقول لي وحياه ربنا هذا الرقم ديفيزابل، ديفيزابل باي 5. طب لو قلت 7k، تقول لي وحياه ربنا الرقم ده اهو ديفيزابل باي 7، بشرط طبعا الاي والكي دي لازم تكون زد، لازم تكون انتجر. طيب لو قلت 9k، تقول لي الرقم ده ديفيزابل باي 9. اذا لما اجي اقول لك بروف ان رقم ديفيزابل باي 64، تقول لي يبقى لازم الرقم اللي عندك يطلع كده 64 تايم كي. طب هل الكلام ده متحقق هنا؟ تقول لي ايوه، ما هنا هناخد 8 باور 2 كومون. لما اخد 8 باور 2 كومون هيطلع المساله 8 باور 2 اللي هي 64 تايم ارقام، الارقام دي كلها عشان كلها سيهات فكلها انتجر، يبقى الرقم ده ديفيزابل باي 64. سريعا يا اولاد، x بلس a باور n بتطلع كلهم بلس، x ماينس a تطلع واحده بلس واحده ماينس واحده بلس واحده ماينس، اعمل اديشن هتطلع دبل الاود. اعمل شوف عشان دول يروحوا دول يروحوا، تطلع دبل تي 1 دبل تي 3 دبل، يبقى سم اوف اود اوردر. طب لو عملت ماينس تطلع دبل السم اوف ايفن اوردر، بمعنى باينوميال وباينوميال بلس بعض، بس لازم يكون نفس الباينوميالز بس الشبيهه، هنا بلس وهنا ماينس، او تقدر تقول في سرك كده كونجوجيت برغم ان مصطلح مش صح، لكن يعني اعتبرها كده واحده بلس واحده ماينس نفس الباينوميال. تقوم تقول له دول طالما بلس يبقى دبل الاود، تي 1 تي 3 تي 5. يلا نحسب تي 1 يبقى روت 2 باور 4 بس. طب يلا نحسب تي 3 4 سي 2 سكند باور 2 فيرست باور 4 ماينس 2. يلا نحسب تي 5 تطلع نفس الكلام، هتطلع زي ده اللي هو طالبه. طب هو قال لك بروف ان ده ماينس ده يطلع كده، تقوم تقول لي ده باينوميال وباينوميال كونجيجيت اهم، يبقى انا هقول ده دبل الايفن. يلا نجيب تي 2 6 سي 1
سكند باور 1 تي 4 6 سي 2 سكند باور 3 تي 4 6 سي 3 طب تي 6 6 سي 5 سكند باور 5 طبعا دي باور 7 اخر باور 6 اخرنا 7 تيرمز عشان كده هنقف هنا. احسب بقى كل واحده لوحدها لما تحسبها خد كومون فاكتور روت اكس روت اكس روت اكس خد روت اكس بره كومون 12 و20 و32 خد 4 بره كومون واكتب الباقي 2 تايم 4 اكس تطلع 8 روت اكس هتلاقي هو ده المطلوب. دي اعمل لها فاكتورايز بالكالكليتور يطلع نفس اللي انا كاتبه ده. ادي مساله. في مساله تانية يا اولاد للشطار. للشطار بيقول لك ايه؟ اكس بلس اي باور ان بروف ده وبروف ده. يبقى انا عايز اجيب ال سكوير ماينس ام سكوير. هو قايل مين ال؟ قال لك ال هي السم اوف اود اوردر تيرمز يبقى تي 1 تي 3 تي 4 تي 5. هنا ام هي السم اوف ايفن يبقى تي 2 تي 4 تي 6. ال سكوير ماينس ام سكوير تقول له دي اللي هي ال ماينس ام ال بلس ام. ال بلس ام يعني تي 1 بلس تي 2 بلس تي 3 بلس تي 4. طب ال ماينس ام تي 1 ماينس تي 2 بلس تي 3 ماينس تي 4. يا نهار ابيض دول كلهم بلس يبقى دي باينوميال في النص بلس. طب واحده بلس واحده ماينس باينوميال في النص ماينس. ده مع ده تبقى اول باور ان. طب ما دي اللي هي اكس سكوير ماينس اي سكوير باور ان وده الرايت هاند سايد. التانية يا ولاد انا كتبتها لكم اهي. انت بقى وقف كده على اليوتيوب كده يا حبيبي وبص على الاجابة عشان الحق بس اكمل الباقي. دي حاجة ده الحل ده اللي هو دبل اي. وبقى وقف كده وراها بالراحة. في افكار جميلة للشطار عايزين نلحق نقولهم بسرعة كده يا ولاد. لما اقول لك 1 بلس اكس باور 5 دي لما تعملها اكسبانشن تلاحظ ايه؟ لو طلبت كوفيشنت اكس باور 3 شوف بقى كوفيشنت اكس باور 1 5 سي 1 كوفيشنت اكس باور 2 5 سي 2 يبقى في الباينوميال الجميل اللي هو بادي ب 1 بلس لو حد قال لك كوفيشنت اكس باور 3 تقول له 5 سي 3 كوفيشنت اكس باور 4 5 سي 4 كوفيشنت اكس باور عفريت هتقول لي 5 سي عفريت نفسها اهو 1 بلس اكس ده الباينوميال الجميل. عايز كوفيشنت اكس باور 7 تقول له 2 ان سي 7 طب كوفيشنت اكس باور ان هتقول لي 2 ان سي ان. طب لو كانت كوفيشنت ده الباينوميال الجميل عايز كوفيشنت اكس باور 5 تقول لي لا استنى انت بتضحك عليه اوعى تقول لي 10 سي 5 ليه؟ لان ده في حاجه بره في اكس باور 3 بره. طالما في اكس باور 3 وانا عايز اكس باور 5 يبقى لازم اطلع من هنا باور 2 فقط. يبقى نقول 10 سي كام؟ 10 سي 2 10 سي 2 تجيب لك كوفيشنت اكس باور 2 وبره اكس باور 3 يبقى على بعضها جبنا اكس باور 5. كمان مره يا حبايبي عشان دي فكره مهمه لو عايز من هنا من ده اهو كوفيشنت اكس باور 9 تقول هو في بره كام؟ اكس باور 4. يبقى انا محتاج من هنا اكس باور 5 يبقى 9 سي 5 مع الكوفيشنت اللي بره. طب ده ايه ده بينه دول في بعض؟ لا دي بقى نقسمها نعمل دي مع الاولى ودي مع الثانيه ودي مع الثالثه. ومن هنا انت عايز اكس باور 9 من الاولى دي هنقول له 11 سي 9 تايم 5 صح. طب هنا عايز اكس كوفيشنت اكس باور 9 من هنا تقول ده في 4 يبقى 11 سي 5. ما هو طالما في 4 عايز كوفيشنت اكس باور 5 11 سي 5 مع ال 7 جميل. طب عايز هنا اكس باور 9 تقول لي هنا في 6 يبقى ناقص 3 11 سي 3 مع ال 3 ده يجيب لك الكوفيشنت. دي افكار جميله خلي بالك. يلا عايز كوفيشنت اكس باور 2 في الاكسبانشن ده دي خد 2 اكس مع البراكت وخد 5 مع البراكت ده الافضل اهو 2 اكس مع البراكت 5 مع البراكت. من هنا انا عايز اكس سكوير تقول لي هنا في اكس باور 1 بره يبقى انا محتاج اكس باور 1 يبقى 5 سي 1 مع مين؟ مع التو اللي بره. طب هنا اكس سكوير يبقى 5 سي 2 مع ال 5 اللي بره. احسبهم تطلع. طبعا في حل اخر بقى ان واحد يقعد يفك دي وياخد كل اتنين يعملوا اكس سكوير مع بعض بس ده الحل الاحسن. طيب عايز اكس باور 3 ده هي ده باينوميال يا اولاد؟ لا نقوم نحط براكت هنا كده بقت باينوميال وبعدين نقول له يلا نفك الباينوميال ده 1 بلس اكس باور 6 وبعدين 6 سي 1 سكند باور 1 فيرست باور
6 ماينس 1 6 سي 2 سكند باور 2 فيرست، بس كفايه. هو عايز اكس باور 3 من هنا، هتقول لي 6 سي 3 على طول. لما حد يقول لك كده تقول له 6 سي 3. طب هنا خلي بالك انا عايز اكس باور كام؟ 3. تقول لي في بره اكس سكوير، يبقى عايزين من هنا اكس باور 1، يبقى 5 سي 1 مع الكوفيشنت اللي بره. عايز اكس باور 3، في بره كام؟ اكس باور 4. لا ما تنفعش، يبقى هي كده بس، كده طلعت اكس باور 50. ادي مساله 34 35. هنا بقى عشان دي عليها باور ودي عليها باور، او ما جبت ار بلس 1 هنا اجيب تي ار داش بلس 1 هنا، واعملهم تايمز بعض ونعمل اكس كبيره. انا عايز دول يعملوا لك اكس باور 15. علشان تبقى اكس باور 15 او ما احط الار، جرب لي رقمين يعملوا 15، بس خلي بالك الار ما تزيدش عن 4، الار داش ما تزيدش عن 12، يبقى 3 و12 اور 4 و11 بس، لان لو خدت 5 هتزيد، يبقى هم حاجتين بس يجيبوا لك كوفيشنت اكس باور 15. حاجه سريعه يا اولاد، طلع لي اكس باور هنا دي عباره عن 1 7 سي 1 اكس باور 1 7 سي 2 اكس باور 2. طب لو قلبت دول وفكتها اعمل لي دول تايم بعض كده يجيب لك اكس باور 7، اعمل لي دول تايم بعض كده اكس باور 7 اكس باور 7 اكس باور 7. طب اعمل دول كده، ده 1 تايم 1 يعني ان 7 سي 0 7 سي 0 باور 2. طب اعمل دول تايم بعض كده هتلاقي 7 سي 1 تايم 7 سي 1 باور 2 واكس باور 7. طب دول 7 سي 2 باور 2 اكس باور 7. يا خبر ابيض، اقف هنا لحظه. لو شفت 7 سي 0 باور 2 اكس باور 7، 7 سي 1 باور 2 اكس باور 7، 7 سي 2، ده دول معناها كوفيشنت اكس باور 7. يبقى لو حد قال لك يا ابني كوفيشنت اكس باور 7 تقول له 7 سي 0 باور 2 7 سي 1 باور 2 7 سي 2 باور 2. طب لو حد قال لك هو الباينوميال تقول له 1 بلس اكس، بس باور كام؟ المفروض لما تبقى سي 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 تبقى باور 7، وفي باور 2 يبقى باور 14. طب يلا نقولها كمان مره. لو حد قال لك المنظر ده بسرعه يا اولاد عشان خمس دقايق قدامنا ثلاث مسائل. لو حد قال بالمنظر ده هتقول لي ده وحياه ربنا كوفيشنت اكس باور 3. انهي باينوميال؟ باور 3 باور 2 باور 6 اهو. طب ده تقول لي كوفيشنت اكس باور 5 انهي باينوميال؟ باور 10. طيب ده يبقى ده على طول، دي فكره مهمه. طيب بص بقى بروف ذات، ده سؤال 3 سي 0 باور 2 3 سي 1، اثبت ده ان بروف ان ده هو كله، او شوف لي ده يطلع ايه. هتقول لي كده نيجاتيف 1 بلس اكس، نفكها ارجع اقلبهم اكس بلس 1، احسبها بالعكس، خد دول مع بعض دول مع بعض دول مع بعض. تلاحظ ايه؟ هنا 3 سي 0 باور 2، ده 3 سي 1 باور 2 3 سي 2 باور 2، ده كوفيشنت اكس باور 3. طب هات لي من هنا كوفيشنت اكس باور 3، هتقول لي 6 سي 3. يبقى 6 سي 3 ايكوال كل ده. ده سؤال فروم 1 و 2، يبقى انا طلعت ده. بص كده مره ثانيه، بروف ده ايكوال ده. تقوم تقول لي المساله دي هناخد مره 1 بلس اكس باور ان ومره اكس بلس 1 باور ان، وخد كل اتنين تحت بعض، كل اتنين مع بعض، دي على بعضها ان سي 0 ودي ان سي 1 باور 2 ودي ان سي 2 باور 2، كل دول كوفيشنت اكس باور ان في الباينوميال اللي هو اكس باور ان باور 2. هات لي من هنا كوفيشنت اكس باور ان، هتقول لي 2 ان سي ان. يبقى 2 ان سي ان ايكوال ده فروم 1 و 2، يبقى الليفت قد الرايت. ادي سؤال. طيب بص يا حبايبي، يبقى اذا ده جبت من هنا كوفيشنت اكس باور ان اللي هي 2 ان سي ان، واكس باور ان اللي هو الطابور ده، يبقى ده قد ده. بسرعه بقى، without expansion find the value of the greatest coefficient. عايز اكبر coefficient، هل اقعد افكها كلها لغايه ما اطلعها 10 ترمز واشوف الاكبر؟ لا، يقول لك greatest coefficient معناها ان الترم هفترضه تي ار بلس 1 واقول له تي ار بلس 1 ده هو الجريتست، معنى ان هو الجريتست يبقى اكبر من اللي بعده واكبر من اللي قبله. يعني تي ار بلس 1 اكبر من اللي قبله وتي ار بلس 1 اكبر من اللي بعده. ده تحت ده تطلع ريش رول،
ريشيو رول اعمل بقى الصغيره في مكانها 9 ماينس صغيره بلس 1 فيرست مع الصغيره. وخلي بالك وائل كوفيشنت عشان كده ما كتبتش الاكس دي. اعمل كروس ملتيبليكيشن هتطلع الار اصغر من 1.3. طب ده لما خد اصغر من 1.3 يعني 1 او 0. طب هنا خدها اكبر من اللي قبلها هات ريشيو رول اعمل كروس ملتيبليك. طبعا كوفيشنت ما تكتبش اكس. كروس ملتيبليكيشن طلعت الار اكبر من 0.7 يعني الار 1 2 3. هنا الار 1 0 هنا الار 1 2 3 يبقى الكومون بالاثنين يبقى الار ب 1 يبقى الجريتست كوفيشنت هتقول لي 9 سي 1 وبعدين سكند باور 1 وما تكتبش الاكس فيرست باور 9 ماينس 1 هو ده الجريتست. جميل. برضو في الاكسبانشن ده بيقول فايند ذا فاليو اوف اكس اللي تخلي لك ال7 هو الجريتست. تقول له طالما 7 الجريتست يبقى تي 7 اكبر من تي 6 وتي 7 اكبر من تي 8. ونقول تي 7 هاتها ريشيو رول وهاتها ريشيو رول. اعملهم بقى يا اولاد هتطلع الاجابه في الاخر. اهو ده زي اللي فاتت بالظبط احسبها هتطلع الاكس الفاليوز بتاعت الاكس اهو تطلع اللي هو ده اهو ارجع تاني وده ده اللي احنا عملناه ده 38. بصوا بقى يا حبايبي تعالوا سمري سريع سمري سريع يا اولاد في الدقيقه دي اللي احنا قلناه النهارده. قلنا الباينوميال دي شكلها بنكتب اكس بار ان والاخر اي بار ان اكس بار ان ان سي 1 اي باور 1 اكس بار ان ماينس 1 وهكذا. قلنا اكس باور ايه لو دي ماينس هتلاقي واحده بلس واحده ماينس واحده بلس واحده ماينس لغايه الاخيره. طب الباينوميال الجميل اللي فيه 1 يبقى تعمل الاجابه بتاعته هتبقى 1 ان سي 1 اكس باور 1 ان سي 2 اكس باور 2. طب لو في النص ماينس يبقى واحده ماينس واحده بلس. هناك فرق بين لما يقول لك هات تي 7 ولما يقول لك اكس باور 7. تي 7 عادي هتقول له دي تي 7 العادي اللي هتقول ايه 9 سي 6 سكند باور 6 فيرست. اما دي اربع خطوات الاربع خطوات اللي احنا عارفينهم الجنرال تيرم ونعمل سمبليفاي. الميدل تيرمز يا حبايبي لو الان ايفن يوجد 1 ميدل تيرم اللي هو تي ان على 2 بلس 1 لو اود يبقى 2 ميدل تيرمز ان بلس 1 اوفر 2 ان بلس 3 اوفر 2. الريشيو رول يا جميل تي ار بلس 1 على تي ار الصغيره في مكانها ان ماينس الصغيره بلس 1 وفيرست مع الصغيره دي بالبلدي. الصم والديفرنس التو باينوميالز لو كان نفس الاثنين باينوميالز بعملهم بلس دبل الاود. طب لو بعملهم ماينس دبل الايفن. طيب بسرعه كده اكسباند بنعرف نعملها. هنا هات تي 7 يبقى نقول له 9 سي 6 تعرف تكملها. بعد كده لو عايز اكس باور 5 اربع خطوات مش كده يا باشا. ده اللي احنا انا بركز لك براجع لك بسرعه الاشكال والانماط اللي قلناها. منظر زي ده عملنا ايه حولناها لسيهات. بعد ما هتحولها لسيهات تدي على طول تقول له ده اكسبانشن بتاع باينوميال. وكده يا حبايبي خلصنا الباينوميال كلها. يبقى تشابتر 1 في الالجبرا بيرميوتيشنز كومباينيشنز باينوميال خلصناهم بقلنا كاونتنج برينسيبل. ده الدرس الجميل اللي انت خدت بدايته تانية ثانوي وبيعتمد على البيرميتيشن كومباينيشن. ان شاء الله احاول اقول لكم الكاونتنج برينسيبل المره الجايه عشان يبقى خلصنا تشابتر 1. يبقى احنا خلصنا 1 و 2 ستاتكس خلصنا 1 ان شاء الله المره الجايه نخلص 1 الجبرا خلص طبعا خلصنا 1 في السوليد جيومتري. لما نخلص الالجبرا نخلص تشابتر 1 كالكولس عشان يبقى ماشيين كده بنخلص تشابتر 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 كده. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله تكون بقى مع الالجبرا. وبعد ما اخلص ان شاء الله الحلقه الجايه نقدر كده يبقى التشابتر 1 خلص تاخد كتاب المدرسه تاخد الامتحانات تحل كل المسائل اللي جت على البرميتيشنز على الكومباينيشنز على الباينوميال. اشوفكم الاسبوع اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.